حادة سبعينية تسكن غرفة فوق سطح منزل لا يبعد كثيرا عن محطة القطار. امرأة تبدو غريبة الأطوار، ولعلها تحمل من ماضي عمرها ذكريات تركت في نفسها ندوبا لا تشفى. ترفض أن يقرن اسمها بلفظة أم، كأن يقال لها أمي حادة أو خالة حادة. كثيرون يتعمدون استفزازها فينادونها بما تكرهه. تضع حادة في فمها سيجارة من التبغ الأسود لا تستعجل إشعالها. لم يكن منظرها وهي كذلك يثير اهتماما، فقد اعتاد الناس رؤيتها على ذلك الحال. حين تصادف أحدا ممن تعدهم من مجايليها تحكي حكايتها التي حفظها الناس لفرط الاستماع إليها. هي الحكاية نفسها التي تقول فيها بعد أن تشعل سيجارتها إنها لما كانت شابة كانت امرأة جميلة فاتنة. الفراغ الذي تركته أسنانها التي تساقطت لا يساعدها كثيرا على الابتسام. تحكي عن مغامرات كثيرة أبطالها رجال تصفهم بالصناديد التقتهم في الدار البيضاء. تتنفس نفسا عميقا، الدخان المتصاعد من لفافتها يزعج عينيها فتبدو وقد أغمضتهما. عبد الباقي، من أولئك الصناديد الذين تحكي عنهم حادة، الشاب المكناسي الذي كان يقيم في الدار البيضاء في أواسط سبعينيات القرن الذي مضى. يبدو من كلامها أنها أغرمت به كما لم تغرم بشاب غيره. لا يذكر أحد ممن كانوا يستمعون إلى قصص حادة أنها أكملت قصتها مع عبد الباقي. أحيانا تبكي فلا تكمل القصة. كانت تقول إنها وهبته أعز أيام شبابها وجمالها. يقول بعض ممن يستهويهم كلامها وكأنهم يعزون في أيامها الخوالي تلك، إذا مضى الجمال بقي منه أثر يحكي عنها. تعجبها تلك الكلمات، تبتسم فتتمطط شفتاها، تحرص على ألا يظهر ذلك الفراغ الذي تركته أسنانها التي تساقطت. لم تذكر يوما أنها تزوجت أو أنجبت، ولا أحد قال إن حادة التي عادت إلى واتزم بعد غياب دام نحو من 50 عاما تزوجت أو أنجبت. ألسنة قالت إنها أمضت تلك السنين متنقلة بين الحانات وأحضان الذين تصفهم بالصناديد. يوم عادت إلى مدينتها كانت والدتها قد توفيت 4 أعوام من قبل، وكانت آخر من بقي من عائلتها. ها هي الآن ونحن في العام 2000 تعيش وحيدة في تلك الغرفة فوق السطح، تجتر ذكرياتها التي لا تفطر تعرضها على من يرغب في الإنصات إليها. كانت تفضل الحديث إلى الرجال، تظن أن النساء كل النساء تغرن منها فتتحاشاهن، ولعلها تحس بحديثها إلى الرجال عودة إلى ماضيها ذاك الذي تعده جميلا، وإن لم يكن هؤلاء الرجال من الصناديد الذين عرفتهم وخبرتهم لما كانت في الدار البيضاء. عدا حكاياتها تلك لم يكن في حياة حادة ولا في شخصيتها ما يستحق الاهتمام. فئة من الجيران صنفتها مع المجانين، كان حكما نهائيا. ما كان يثير الاستغراب أن حادة حين تأتي إلى البقال القريب من المسجد تشتري ما تحتاج إليه وتدفع ثمن ما تشتريه، بيد أن كثيرين من الرجال والنساء كانوا لا يدفعون إلا آخر كل شهر. صحيح أن السبعينية لم تكن تستهلك الكثير من المواد الغذائية، ولكن ما تنفقه في شراء السجائر كان يمثل ثقلا لا يستهان به في نفقاتها الشهرية. لم يكن لحادة مورد معلوم، فلا هي تستفيد من معاش ولا هي مالكة عقار يدر عليها دخلا قارا. أكثر ما يثير استغراب المستغربين أنها قليلا ما كانت تغادر الحي الذي تسكنه. حاول أحدهم مرة استدراجها لمعرفة موردها بأن دعاها للحديث عن أيام الدار البيضاء تلك التي تعدها أيامها. كان يريد أن يستشف سرا يظنها تكتمه. لم تشفي غليل فضوله، تحدثت له عن جمالها الذي كان يجعل الرجال الصناديد يسعون وراء ودها ركضا وحبوا. تحدثت عن تلك الليالي في الفنادق الفخمة، ذكرت أسماء لم يكن لذلك الفضولي أن يعرف منهم أحدا.
ثم أتت على ذكر ذلك الشاب المكناسي الذي تقول إن اسمه عبد الباقي. وكما في مرات سابقة فإنها لم تكمل القصة. ذات صباح من أبريل من العام 2000 شوهدت حادة في حدود الساعة 9 وهي تخرج من المنزل الذي تسكنه. كانت تضع على وجهها من المكياج ما يلفت الأنظار، مساحيق ودهون، ولبست من الثياب ما لم يعد يناسب سنها. التنورة المزركشة التي ارتدتها لم تكن على مقاسها وتحيل على زمن ولا. يبدو أن المرأة مسافرة. توقفت عند البقال وطلبت منه علبة سجائر. سألها إلى أين تريد؟ نظرت في عينيه، ربما لم تكن ترغب في الإجابة. ثم وهي تأخذ علبة السجائر والدراهم التي أرجعها البقال قالت له إنها ذاهبة إلى الدار البيضاء. قالتها ثم اختفت. في محطة القطار اشترت تذكرة إلى الدار البيضاء وجلست على كرسي تنتظر. كان منظرها لافتا للانتباه. الذين يفدون على المحطة ينظرون إليها باستغراب وتعجب، وكانت ترد عليهم بابتسامات تتمطط لها شفتاها اللتين وضعت عليهما من الأحمر القاني، وجنتاها اخترقتهما تجاعيد متقاربة وعميقة، وقد اكتسبتا لونهما من مسحوق وردي، بينما ارتسم خطان من كحل عبر عينيها اللتين غابتا في محجريهما. جاء القطار، نزل بضعة مسافرين، وأذن بالركوب للمنطلقين إلى الدار البيضاء. في المقصورة التي جلست بها أجنبيان، رجل وامرأة، ثم التحق بهم رجل شاب. ظلت السبعينية تنظر إليه، كانت تحاول أن تلفت انتباهه إليها، ولكنه أخرج من محفظة كانت معه مجلة وانهمك في القراءة، مثله فعل الأجنبيان. عم السكون تلك المقصورة، ثم سمع طرق بالباب الزجاجي. هو عون المكتب الوطني للسكك الحديدية جاء يراقب التذاكر. لم تدم العملية أكثر من دقيقتين، رن هاتف ذلك الشاب. لما وضعه على أذنه التقت نظراته بنظرات حادة التي ابتسمت في وجهه، كانت تحرص على أن تبدو ابتسامتها طبيعية. لم يكترث الشاب إليها، أنهى مكالمته وأعاد الهاتف إلى جيبه وعاد يقرأ في تلك المجلة. انتابتها رغبة في التدخين، خرجت من المقصورة ومضت إلى آخر العربة. لم يكن هناك أحد. أشعلت سيجارتها، بعد 5 دقائق عادت إلى مكانها. وجدت الذين في المقصورة كما تركتهم. لحظة الوصول إلى الدار البيضاء أعادتها 5 سنين إلى الوراء. لما غادرت المحطة أشياء كثيرة تغيرت. استوقفت سيارة أجرة، طلبت من السائق أن يمضي بها إلى الحي المحمدي، إلى شارع عقبة بن نافع. ما أن انطلقت سيارة الأجرة حتى دلفت إلى زنقة ضيقة متفرعة عن الشارع. على بعد 20 مترا في عمق تلك الزنقة توقفت عند باب علاه الصدأ. يبدو المنزل مهجورا. من حقيبتها اليدوية أخرجت مفاتيح، صارت تجرب الواحدة والآخر، ثم انفتح الباب. رائحة غريبة تعم المكان. تظن أن لا أحد فتح الأبواب منذ أن غادرت قبل 5 أعوام. تظن أن لا أحد رآها وهي تدخل البيت. رأت شمعة سبق أن استعملت في حافة نافذة تطل على الباتيو. ضحكت فرحا، فقد نسيت أن الكهرباء قد قطعت عن البيت لأنها لم تسدد الفاتورات. في الطابق الأرضي غرفتان. تعلم أنها تركت فراشا في الطابق العلوي. صعدت السلم. لما وقفت بباب ما كان غرفة نومها اكتشفت حالة من الفوضى. يبدو أن أحدا مر من هناك، فتش المكان ثم مضى. ما كان يخيفها أكثر أن يكون الذي فتش الطابق العلوي قد فتش أيضا الطابق الأرضي. أزاحت الغبار الذي غطى كرسيا خشبيا وجلست تتأمل حالة الفوضى تلك. أحست بالتعب، تجردت من تنورتها المزركشة ومن ملابسها وأزالت عن الفراش ما تكوم عليه من أشياء، ثم استرسلت. في الصباح باكرا استيقظت، قررت أن تنزل إلى الطابق الأرضي.
على أرضية الغرفة المطلة على الباتيو آثار حفر، أكوام من تراب وقطع من الزليج، همت بالخروج. في تلك الأثناء سمعت طرقا بالباب، تكرر الطرق عدة مرات، التزمت زاوية من تلك الغرفة وكتمت أنفاسها، ثم سمعت الباب يقتحم، ظلت مكانها تتنفس بحساب. ثم وقف بباب الغرفة رجل ذو بنية قوية، جال ببصره في الغرفة ثم توقف عندها، كانت ملتصقة بالزاوية. انتبهت إلى أن الرجل يمسك في يده مسدسا. تعالي، نحن من الشرطة. تحركت من مكانها وأقبلت عليه، الكحل الذي كان في عينيها تبعثر ومنح محيط عينيها ظلالا. أمسك الرجل بيدها وخرج من تلك الغرفة، كان آخر ينتظر أمام الباب. وجدتها، لم يكلمها الرجلان. في الخارج في مدخل الزنقة كانت تنتظرهم سيارة شرطة، تحلق حولها بضعة فضوليين، ما أن أركبت المرأة حتى انطلقت إلى المفوضية. تلتزم حد الصمت المطبق، أدخلت على ضابط يشغل مكتبا بمفرده، ظلت واقفة إلى أن دعاها إلى الجلوس. عم المكتب صمت لعدة دقائق، ثم رفع الضابط بصره إليها. هل تعلمين لما جاء بك إلى الكوميسارية؟ لا، لا أعرف، أنا كنت في منزلي أتفقد أغراضي، إذ لم أدخل هذا المنزل منذ عدة سنوات. منذ متى؟ لا أذكر بالضبط. صمت الضابط عدة دقائق، نهض وأخرج من خزانة حديدية ملفا أصفر، وضعه على مكتبه وعاد إلى الجلوس. فتح الملف وسألها، هل تعرفين شخصا اسمه عبد الباقي؟ عبد الباقي من؟ أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم. نظر الضابط إلى وجهها بتركيز لا يخفى، يبدو أنك نسيت عبد الباقي سريعا. أنا لا أعرف أحدا بهذا الاسم. اسمعي يا امرأة، ألست حد معروض؟ نعم، من قال لك؟ كاد الضابط يضحك، قاوم وقال لها، كما ترين نعرف عنك عدة أمور، ومنها أنك تعرفين جيدا عبد الباقي الذي كان لعدة أعوام خليلك وحبيبك، وكنت له عشيقة قبل أن تقتليه وتسرقي أمواله وتدفنيه في تلك الغرفة في منزلك. ألا ترين أننا نعرف الكثير عنك؟ صحيح أننا لم نعلم مكان إقامتك خلال السنوات الخمس الماضية، ولكننا كنا نعلم أنك كما كل المجرمين ستعودين إلى مسرح الجريمة التي اقترفت قبل أن تهربي. ظلت صامتة، امتدت يدها المتجعدة إلى حقيبتها اليدوية وأخرجت علبة السجائر، ثم همت بإعادتها إلى حيث كانت، ولكن الضابط قال لها، بإمكانك أن تدخني. كان يعلم أنها تستعد للاعتراف، وقد اعترفت بأنها قتلت عبد الباقي المكناسي الذي فتنها حبا لما لمست منه ميلا إلى أخرى. في مطلع ثمانينيات القرن الماضي باسم الصحوة الدينية وقعت انحرافات كثيرة، وتجرأ كثيرون على الإفتاء بدون علم. وفي الأحياء الفقيرة، تلك التي غالبا ما تكون في هوامش المدن الكبرى، تفاقمت المشاكل الاجتماعية، كثرت المطلقات اللواتي لم تكن لديهن وثائق تثبت الزواج، وكثر أبناء تلك الزيجات غير الموثقة الذين يحرمون من حقوقهم. فتيات كثيرات صرن ضحايا تزويجهن دون سن الرشد القانوني وبالتحايل على القوانين. كثيرات هن تلك الفتيات اللواتي تم تزويجهن وتطلقهن ثم تزويجهن في حلقة مغلقة من المعاناة. الذين كانوا يقومون بذلك ينطلقون من فهم للنصوص القرآنية خاص بهم، يؤولونها وفق ما يخدم مصالحهم الخاصة ونزواتهم. في أحد الأحياء الهامشية بالعرائش كان يعيش عبد الله الحمي، كانوا يدعونه الشيخ عبد الله. وقد اكتسب الرجل الذي كان قد استهل العقد السابع من عمره شعبية واسعة في حيه وفي الأحياء المجاورة، إذ كان يلقي دروسا في المسجد. ومع مرور السنين صار له أتباع كثيرون،
وكان معروفا بأنه رجل مزواج لا تقل النساء اللواتي في ذمته عن أربع، يستبدل في كل مرة الواحدة بأخرى أكثر شبابا وجمالا. في صيف العام 2005 كان الشيخ عبد الله في جملة مدعوين لحضور حفل تسليم الجوائز للتلاميذ الذين تفوقوا في امتحانات البكالوريا، وقد حضر الحفل كبار المسؤولين في إقليم العرائش. كانت بين الفائزين فتاة اسمها وفاء الخباز، وكانت قد حصلت على المعدل الأعلى في البكالوريا على مستوى الإقليم، كانت في 17 من العمر وكانت ذات حسن وجمال. ارتقت الفتاة المنصة وألقت كلمة شكر باسم الفائزين. لحظتها أثارت انتباه الشيخ عبد الله الحامي، أعجبته، تركزت عليها كل اهتماماته. ثم لما نزلت وفاء من المنصة على إيقاع التصفيق، مال الشيخ جهة أحد أتباعه المقربين كان يجلس بجواره وسأله أن يستفسر عن الفتاة، طلب منه أن يأتيه باسمها وعنوان عائلتها. فهم التابع أن شيخه عازم على إضافة تلك المراهقة إلى زوجاته الثلاث، إذ كان قد تخلص منذ فترة قريبة من الرابعة. انتهى الحفل وانفض الجمع. في ذلك اليوم بعد صلاة العشاء توصل الشيخ عبد الله بكل المعلومات التي كان ينتظرها عن الفتاة، تلك التي ألهبت كل غرائزه وشغلت كل اهتمامه. قال له إن وفاء الخباز هي بنت بوجمع الخباز الفلاح الفقير الذي يتردد على المسجد. علم الشيخ أن الرجل من المواظبين على الصلاة وأنه في حكم أتباعه الكثيرين، استبشر خيرا. قال لتابعه إنه يريد خطبة الفتاة لنفسه. تظاهر التابع بأنه تلقى سرا من الشيخ فهلل وكبر وقال إنه لها. كانت وفاء كبرى شقيقاتها الست، إذ لم يكن بوجمع الخباز قد رزق ولدا، وكان يعمل بجد في مزرعته الصغيرة ليوفر لبناته كل ما تحتجن إليه. وكانت وفاء وقد تفوقت في امتحانات البكالوريا تحلم بالالتحاق بالجامعة، كان طموحها أن تحصل على الشهادات الأعلى وأن تمضي في دراستها حتى النهاية، غايتها أن تخرج عائلتها من الفقر. في صبح اليوم التالي جاء تابع الشيخ عبد الله إلى بوجمع الخباز وأبلغه بأن الشيخ يريد خطبة ابنته وفاء. مضى الفلاح الفقير فرحا إلى امرأته يزف إليها بشرى اعتزام الشيخ عبد الله الحامي خطبة بنتهما البكر وفاء، ولكنه فوجئ بها وهي تبدي معارضتها. قالت إن للشيخ نساء ثلاثا وإنه رجل مزواج، ثم إن وفاء لا ترغب في الزواج الآن بل تريد إتمام مسارها الدراسي. أضافت أن الشيخ رجل مزواج، ثم إن فارق السن كبير بين وفاء ذات 17 ربيعا والشيخ الذي يحمل على كاهله 62 حولا. بعد تردد حاول بوجمع الخباز إقناع ابنته التي ردت بأن ما يعرضه عليها يعني الانتحار أو الإعدام. صار والد وفاء في موقف حرج إزاء شيخه عبد الله الحامي، ولكنه لم يجد من خيار غير إبلاغ الشيخ وعن طريق تابعه الأقرب بأن ابنته رفضت الزواج من الشيخ وأنها تريد إتمام دراستها. في تلك الليلة بعد صلاة العشاء جمع الشيخ رجاله الذين يعتمد عليهم في إنجاز المهام الصعبة. لم يكن له أن يقبل بسهولة أن يرفض له طلب، وخاصة من بنت ذلك الفلاح البسيط. وقد انفض الاجتماع بالاتفاق على زيادة الضغط على بوجمع الخباز حتى تلين ابنته، وقد وسوس أحدهم لبوجمع بأن يهددها بالسخط عليها إن هي لم توافق أن تتزوج الشيخ عبد الله. وكان الضغط الذي يتعرض له بوجمع من قبل زبانية الشيخ الحامي ينعكس ضغطا منه على زوجته وعبرها على وفاء. كان أتباع الشيخ يهددون بوجمعة بأنهم سيجعلونه معزولا بين ناس الحي. بعد أيام لم تعد وفاء تستطيع تحمل كل ذلك التوتر الذي يخيم على المنزل. كانت لها صديقة تكبرها بعام وكانت طالبة في كلية الحقوق، اتصلت بها ذات يوم وعرضت عليها مأساتها والضغوط التي تتعرض لها هي وأسرتها من قبل الشيخ عبد الله الحامي لحملها على القبول بالزواج منها.
كانت نصيحة صديقتها إليها أن تعلن قبولها بالزواج من الشيخ، لكن وفق شرط أساسي، أن يكون الزواج موثقا من قبل عدلين، وأن يكون ممهورا بموافقة قاضي الأسرة. علمت من صديقتها أن القانون منذ العام 2000 لم يعد يسمح بتعدد الزوجات إلا بعد إخطار الزوجة الأولى، بيد أن للشيخ عبد الله 3 زوجات ويريد أن يتخذ وفاء زوجة رابعة. رأت صديقة وفاء أن طرح ذلك الشرط الأساسي ربما أثنى الشيخ عبد الله عما يريد وكبح جماح نزوته. أبلغت وفاء والدها بأنها تقبل بالزواج من الشيخ، لكنها ترغب قبل ذلك في مقابلته في منزل الأسرة. طلبت من والدها ألا يتدخل في الحوار الذي سيجري بينهما. أسرع أبو جمعة الخطى إلى المسجد، وقف بباب الجناح الذي يسكنه الشيخ الحامي وزوجاته 3. خرج إليه التابع الذي يلازم الشيخ. نقل إليه أبو جمعة البشارة وأيضا شرط وفاء. بعد انتظار لم يكن طويلا، أدخل أبو جمعة على الشيخ الذي رد بأنه سيحضر في الغد بعد العصر ليقابل وفاء. تزينت الفتاة وتعطرت وتعمدت أن ترتدي من الملابس ما يشي بملامح من مفاتنها، ثم جاء الشيخ عبد الله. لما أخذ مكانه في غرفة الضيوف دخلت وفاء. هم الشيخ بالنهوض للسلام عليها، ولكنها تحاشته واتخذت مكانا لها في زاوية مقابلة له. باشرت الحديث إليه بأنها توافق على الزواج منه إن هو قبل بشرط أساسي، أن يتم توثيق الزواج من قبل عدلين. ومع أنه فطن إلى أن الفتاة على اطلاع بما يلزم القيام به، ومع أن ذلك باغته، فإنه رد بأن الأمر ممكن التحقيق، ثم حاول أن ينتقل إلى تحديد الصداق، ولكنها تصدت له وقالت إن قيمة الصداق هي آخر ما يشغل فكرها. أردفت أن عليه أن يأتي بإذن قاضي الأسرة بعد أن يبلغ زوجاته 3 بنيته الزواج من 4. وقتها فقط باح الشيخ بما لم يكن يعرفه كثيرون، ومنهم والد وفاء أبو جمعة الخباز، وهو أن الشيخ الذي يطلب كثيرون بركاته لم يوثق سوى زواجه من امرأته الأولى، بيد أنه كان يتزوج الأخريات زواجا عرفيا يشهد عليه 2 من أتباعه. قال إنه يريد أن يتزوج وفاء بتلك الكيفية، وإنه على استعداد لقراءة الفاتحة وأن يشهد على زواجهما شاهدين. حاول الشيخ أن يقنع وفاء ولكنه لم يفلح، إذ واجهته بأن ما يريده هو من وجهة نظر القانون ضرب من الفساد لا يضمن حقوقا للزوجة في حالة الوفاة أو عند الطلاق، ولا يؤمن حقوقا للأبناء الذين يولدون في إطار ذلك الزواج. أحس الشيخ أنه أهين، نهض وغادر دون أن يودع أبو جمعة الخباز الذي استشعر غضبه عليه. يومها آلى أبو جمعة على نفسه أن يزوج وفاء للشيخ وأن يزفها إليه ولو على نعش. كان الشيخ عبد الله الحامي معروفا في ذلك الحي الشعبي بالعرائش، لقد كان الرجل الذي تخطى 60 بعامين يلقي دروسا في الوعظ في المسجد الذي كان يتخذ من أحد أجنحته سكنا له ولنسائه 3. كان رجلا استطاع أن يجمع حوله أتباعا كثيرين، وكان له تأويله الخاص لكثير من النصوص الشرعية. فتن الرجل بوفاء الخباز ابنة الفلاح البسيط أبو جمعة، وقد قرر أن يجعلها زوجته 4، هي تلك التي أحرزت ذاك العام أعلى معدل في امتحانات البكالوريا. بعث إلى والدها واحدا من أقرب أتباعه إليه ليبلغه أن الشيخ عبد الله يريد وفاء زوجة له. فرح الرجل البسيط، وقد يكون تظاهر بالفرح إذ لا يحق له أن يبدي غير ذلك. كثيرون هم الذين يرجون القرب من الشيخ ولم يتسن لهم أن ينالوه، وها هو يأتي إليه يطرق بابه. ولكن أبو جمعة الخباز اصطدم بمعارضة زوجته تزويج وفاء للشيخ. قالت إنها لا ترضى أن تكون ابنتها زوجة 4 للفقيه، ثم هناك أيضا الفارق الكبير في السن. وقد انسجم موقف الزوجة تماما مع رفض البنت الزواج من الشيخ أو من غيره، لأنها كانت ترغب في مواصلة الدراسة.
ولكن الشيخ عبد الله الحامي لم يكن مستعدا للتخلي عما يطلبه، وقد سلط زبانيته على أبو جمعة، ومن خلاله جعلوا أسرته تعيش الجحيم. استشارت وفاء صديقة لها كانت تدرس في كلية الحقوق، علمت منها أن كل محاولة لتزويجها بالقوة يعاقب عليها القانون، وأن على الشيخ أن يخبر زوجاته وأن يحصل على إذن القاضي. كان قصد وفاء أن تعجزه لما طرحت تلك الشروط عليه حين جاء إلى منزل الأسرة بطلب منها. حاول أن يقلل من أهمية الشرط الأساس لوفاء وأن يختزل الأمر كله في قيمة الصداق. ولما لمس تشبث وفاء بموقفها نهض وغادر بيت الفلاح البسيط وهو لا يخفي سخطه، لم يكن قد تعود على أن يرفض له طلب. آل أبو جمعة على نفسه أن يزف ابنته إلى الشيخ ولو على نعش. في اليوم التالي استقبلت وفاء صديقتها وأطلعتها على آخر التطورات، كما أخبرتها بأن والدها مصمم على تزويجها من الشيخ. أبلغتها صديقتها بأن كل اتصال يفرضه عليها الشيخ خارج ميثاق الزواج القانوني يعتبر اغتصابا يمكن التصدي له بكل وسائل الدفاع المشروع عن النفس. رسخت الفكرة في ذهن الفتاة الشابة التي فتنت الشيخ، وقد قررت أن تقاوم. كانت تعلم أن رجال الشيخ عبد الله الحامي يمارسون أشد أنواع الضغط على والدها، وقد هددوه بأن يجعلوه معزولا في الحي، هو الرجل البسيط الذي تعود أن يبادله السكان التحية وبعض الحديث. كانت تحس بأن والدها لا يمكن أن يكون ذلك السد الذي تحلم به كل فتاة ليحميها حين تشتد العواصف ويقوى الخطر. لم يكن لبجمع الخباز من الوسائل ما يتيح له الدخول في حرب مع الشيخ عبد الله. بعد أيام في غياب وفاء تلا والدها والشيخ عبد الله الفاتحة وقبض المهر وتحدد موعد الزفاف. تحول أبو جمعة الزوج الطيب والأب الحنون في تلك الأيام التي سبقت الزفاف إلى وحش كاسر. كانت نظراته غاضبة وكان كلامه غاضبا، لعله سعى أن يظهر بمظهر رب الأسرة المتحكم في شؤون أسرته والذي لا يجرؤ أي من أفراد العائلة على معارضته. في الحقيقة كان رجال الشيخ عبد الله يعيرونه بعد أن رفضت ابنته الزواج من الشيخ بأنه رجل لا شخصية له، وها هو يثبت لهم العكس، يظهر في قمة التجاوب مع مشيئة الشيخ عبد الله. كذلك سيقت وفاء إلى الشيخ بعد أن ألبست قفطانا بهيجا ودعتها أمها بعينين دامعتين. في باب بيته كانت تقف امرأة عجوز حاولت أن تمسك بها لتعدها للشيخ الذي كان في جانب من الغرفة يصلي ركعتين، ولكنها تفلتت من المرأة. كان الشيخ قد انتهى من صلاته، نهض مسرعا يريد الإمساك بها، ولكنها كانت تتهرب وقد ازدادت توترا لما رأته ينزع ثيابه. ولما ضجر من تهربها جاء بحبل كان يضعه في مكان خلف الباب، أراد تكبيلها صدته. اتخذ من الحبل صوتا وصار يضربها في أجزاء مختلفة من جسدها الغض. سقطت أرضا، حاول أن يكبلها ولكنها أسقطته على السجاد. في تلك اللحظة وهو يحاول النهوض وبطريقة ما التف الحبل حول رقبته. كانت فرصة لوفاء للتملص منها، جذبت طرفا من الحبل شدته بقوة، رأته يحاول أن ينزعه من رقبته ثم خارت قواه وسقط أرضا. لم تكن وفاء قد أدركت أنها قتلته. فتحت الباب فإذا المرأة العجوز واقفة هناك، حاولت أن تعيدها إلى الشيخ، ولما نظرت إلى داخل الغرفة رأته ممددا على الأرض. اقتربت منه، كانت عيناه جاحظتان وفمه مفتوحا ولا يتنفس، كان ميتا. صاحت العجوزا قد قتل الشيخ. التحق بالمكان ثلاثة أو أربعة من الشبان الملتحين، كانوا من ملازميه. لم يكن ممكنا التستر على الأمر، فالرجل له وزنه في الحي، ثم في النهاية هي جريمة قتل. تم الاتصال بالشرطة،
لم يطل الانتظار إذ حضر العميد محمد بوغابة الذي تمكن من خلال جس نبض الفقيه من استنتاج وفاته. اتصل بالوكيل العام للملك وبرئيس المنطقة الأمنية، كما طلب حضور أعوان من مصلحة مسرح الجريمة للمساعدة في المعاينة والبحث. كانت وفاء منزوية في جانب من الغرفة وقد على وجهها الذهول، كانت تبكي، كان قفطانها الموشى بخيوط ذهبية قد مزق في أكثر من مكان. لم تكن تتصور أن معركتها في الدفاع عن نفسها في مواجهة ضراوة الشيخ ستؤدي إلى وفاته. لم تصدق أنها قتلته. كلف العميد أحد الأعوان باقتيادها إلى مقر المنطقة الأمنية وجعلها رهن إشارة الضابطة حليمة بوخاطر لتتلقى منها تصريحاتها الأولى. وكان العميد بوغابة قد هاتف الضابطة وطلب منها أن تعمل على الكشف عن الفتاة بحثا عن كل أثر للعنف الذي يبدو أنها تعرضت له. لما رفعت جثة الشيخ عبد الله وحملت إلى المستودع البلدي للأموات، كان خبر مقتله قد سرى في الحي كما تسري النار في الحصيدة. تدفق العشرات من أتباعه على المسجد، كانت وجوههم واجمة. وفي هامش المشهد الذي تكون حول مسكن الشيخ الملاصق للمسجد، بدأ الموضوع يحتل مكانا في النقاش، فقد سرى أن الشيخ عبد الله الحامي قتل على يد إحدى زوجاته بينما كان يعنفها، وفي رواية بينما كان يضربها. دخلت على الخط إحدى الجمعيات التي تعنى بالدفاع عن المرأة المعنفة، وكانت رئيستها في المنطقة محامية معروفة، وقد استطاعت أن تقنع بوجمع الخباز بتوكيلها للدفاع عن ابنته التي تواجه تهمة القتل. وقد تسنى لها بفضل ذلك مقابلة وفاء التي كانت قد أكدت في تصريحاتها أنها كانت تحاول صد الشيخ عبد الله لمنعه من اغتصابها. قالت إن الشيخ سلط أتباعه على والدها ليرغمها على الزواج منها، كما أنه رفض توثيق الزواج، وحين سيقت إليه أراد اغتصابها، ولما تفلتت منها جاء بحبل كان يريد أن يكبلها به ليشبع رغبته. أكدت أنه ضربها بالحبل. وقد عاينت الضابط حليمة بوخاطر آثار الضرب. استمع الباحثون إلى نسوة الشيخ الحامي، زوجته الأولى وحدها كانت لها وثيقة عقد الزواج، الأخريات كان يتزوجهن بقراءة الفاتحة بشهادة اثنين من أتباعه، فتيات كثيرات تزوجهن بتلك الطريقة. كما تم الاستماع إلى المرأة العجوز التي أقرت بأن مهمتها منذ سنين توضيب العرائس للشيخ عبد الله قبيل الدخول بهن. كشفت العجوز عن حالات كثيرة سبقت حالة وفاء، قالت إنهن كن بنات فقراء من أتباع الشيخ، ولم يكن أي من أهلهن يجرؤ على الكلام، كان الشيخ الحامي مستحوذا على عقولهم وألبابهم. أفضى البحث إلى إقامة الدليل على أن وفاء كانت ضحية محاولة اغتصاب، وأنها كانت في حالة دفاع شرعي عن النفس. لما تم تقديمها أمام قاضي التحقيق قرر أن يضعها رهن الاعتقال الاحتياطي، وقبل أن يأمر بنقلها إلى السجن بحضور محاميتها أبلغها أنه قرر حبسها حماية لها من الأتباع الكثيرين للشيخ الحامي الذين قد يريدون بها سوءا. وهي في السجن زارتها منظمة للدفاع عن المرأة مقرها الرباط، أبلغتها رئيسة الوفد بأنها أعدت لها مسكنا في الحي الجامعي وخصصت لها منحة شهرية ستتسلمها مباشرة بعد أن تلتحق بالكلية. أمضت وفاء رهن الاعتقال نحو شهرين، ثم قرر قاضي التحقيق عدم متابعتها من أجل قتل عبد الله الحامي، وأدرج النازلة في خانة الدفاع الشرعي عن النفس. في العاشر من غشت من العام 2001 في حدود العاشرة ليلا، وقعت حادثة سير بسالة الجديدة على الطريق المفضية إلى قنطرة سيدي محمد. لم تكن حركة المرور على تلك الطريق بالكثافة التي تعرفها طرق أخرى. أبلغ عن الحادثة من قبل رجل كان يقود سيارته على الطريق الملتوية، شاهد سيارة تزيغ عن مسارها وتهوي إلى أسفل المنحدر. كان العميد الراجلي عبد الرحمن مكلفا ليلتها بالمداومة،
ما أن بلغ مكان الحادثة حتى طلب حضور رجال الوقاية المدنية للبحث عن السيارة وتوفير المعدات الضرورية لعملية الإغاثة. لما وصل المتدخلون إلى السيارة اكتشفوا بداخلها امرأة كانت ميتة، ملامحها أوروبية، سيارتها مسجلة في إسبانيا. بعد مسح للمكان وتفتيش دقيق للسيارة تم العثور على الحقيبة اليدوية للضحية، الآنسة ماريا غونساليس دو سانتوس، مواطنة إسبانية في مستهل العقد الرابع من العمر، مهنتها صحفية. أبلغ وكيل الملك بالحادثة فطلب من العميد الراجلي الإبقاء على حراسة في المكان إلى الصبح، حيث ستنتشل السيارة من المكان السحيق الذي هوت فيه، والبحث بالتالي عن كل ما قد يفيد التحقيق. وبما أن أسباب الحادثة لم تكن معروفة، فقد كان من الضروري أن تؤخذ عينة من دم الضحية من قلبها وتحليلها في المختبر للتأكد من نسبة الكحول التي قد تكون في الدم، وهو ما سيحدد ما إن كانت الآنسة ماريا غونساليس دو سانتوس في حالة سكر وقت الحادثة. نقلت جثة الضحية إلى المستودع البلدي للأموات، وتم إرسال برقية إخبار إلى الإدارة العامة للأمن الوطني، إجراء يمليه كون الضحية مواطنة أجنبية فضلا عن مهنتها كصحفية. سويعات بعد ذلك كانت السفارة الإسبانية بالرباط قد بلغت بالحادث. في الصباح حضر إلى مفوضية الشرطة الملحق الإعلامي بالسفارة الإسبانية وقدم كل المعلومات والبيانات الخاصة بالهالكة. قال إنها كانت تعمل لصحيفة إلبايس وإن إقامتها في فندق كذا، وذكر اسم الفندق الذي كانت تقيم فيه بشكل دائم. أكد الفحص الذي أجراه الطبيب الشرعي لجثة ماريا غونساليس دو سانتوس أنها توفيت نتيجة إصابات متعددة وفي جهات مختلفة من الجسم، ولعل القاتلة من بينها تلك التي كانت على مستوى الرأس. أكد الفحص الطبي أيضا أن الصحفية الإسبانية فارقت الحياة في حدود الساعة 10 من ليلة 10 من غشت. أكدت نتيجة التحليل المخبري لعينة من دم الهالكة أنها بالرغم من كونها تناولت بعض الخمر في عشائها الأخير فإنها لم تكن لحظة الحادثة في حالة السكر. في مستودع الشرطة جرى فحص السيارة، تناوب على فحصها عدد من الخبراء، ولكنهم حتى ضحى اليوم الموالي للحادثة القاتلة لم يتوصلوا إلى ما يفيد بوجود خلل فني ما أدى إلى الحادثة. ومع أن ما سبق لا يتيح مجالا واسعا للتحري، فإن العميد الراجلي لم يستبعد من حساباته أيا من الفرضيات، فالمنطقة التي وقعت فيها حادثة السير تكون خالية خلال الليل، ولذلك فإنه من غير المستبعد أن تكون الضحية تعرضت لاعتداء ما. غدت الحادثة في حدود 4 عصرا عاد الملحق الإعلامي للسفارة الإسبانية إلى مفوضية الشرطة وقدم معلومات إضافية، منها أن ماريا غونساليس دو سانتوس لم تكن متزوجة وأنها كانت تقود سيارتها برصانة، كما أنها لم تكن كثيرة الخروج ليلا، ولذلك فإنه يتعين التحري حول سبب وجودها على تلك الطريق بسلة الجديدة وفي تلك الساعة من الليل. تعميقا للتقصي طلب العميد من الخبراء فحص الواقية الزجاجية الأمامية للسيارة وكذا العجلات. سريعا جاء الجواب، الواقية الزجاجية الأمامية تفتتت بينما انفجرت إحدى العجلتين الأماميتين. ما كشفه أيضا التحليل المخبري الذي أجري على عينة من دم الضحية أن ماريا غونساليس دو سانتوس كانت مصابة بمرض السيدا. لم يتغير مجرى البحث بالرغم من أن مصالح الشرطة اعتبرت المعلومة ذات فائدة. أن يكون شخص مصابا بالسيدا لا يعني أنه مقترف لجريمة، ولذلك اكتفى عميد الشرطة بنقل المعلومة إلى النيابة العامة التي أبلغت مندوب وزارة الصحة ليتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات. بعد 48 ساعة حلت بالرباط والدة ماريا لاستلام أمتعة ابنتها، تلك التي في غرفتها في الفندق كما تلك التي بحوزة الشرطة. افتقدت الأم مذكرة ابنتها ماريا غونساليس دو سانتوس، قالت إنها لم تكن تفارقها منذ الصباح. تم تفتيش الصندوق الحديدي الذي كانت تكتريه في الفندق
ولكن لا شيء. وفي محاولة للتخفيف من ألم أم الصحفية الإسبانية، أمرت شرطة سلا بإعادة تفتيش السيارة، كما أعيد مسح المكان الذي سقطت فيه سيارة ماريا، لكن لم يتم العثور على أي شيء. سار دفتر مذكرات ماريا هاجسا يقض مضجع العميد الراجل. في اليوم الرابع وأثناء لحظة استرخاء، جاءت فكرة تفكيك كراسي السيارة، فقد تكون المذكرة علقت في جهة ما من أرضية السيارة. نهض العميد مسرعا، أمر بتفكيك كراسي السيارة، وما كاد المكلف بالمهمة يرفع الكرسي الأمامي حتى ظهر للعميد كيس من الجلد معلق أسفل الكرسي، بداخله كانت المذكرة. لم يكن العميد يجيد اللغة الإسبانية، كان سعيدا باكتشاف المذكرة المفقودة، لأن ذلك سيسعد تلك الأم المكلومة والدة ماريا غونساليس دو سانتوس. كاد يهاتفها ليزف إليها الخبر، ولكن فضوله البوليسي أوحى له أن يتريث إلى أن يعرف ما دونته ماريا قبل موتها في حادثة السير. عدم معرفته باللغة الإسبانية اضطره إلى الاستعانة بزميل له يعمل في المصلحة المكلفة بشؤون الأجانب، كان يجيد الإسبانية. أسرار كثيرة ضمنتها ماريا غونساليس دو سانتوس تلك المذكرة، أسرار تعود إلى سنوات بعيدة وأخرى إلى زمن قريب. باحت المذكرة بسر إصابة ماريا بداء السيدا، كتبت أن صحفيا أمريكيا وكان رجلا جذابا استهواها، أقامت معه علاقة جنسية غير محمية فأصيبت بمرض السيدا. تقول ماريا إنها ما أن تيقنت من أنها مصابة بالمرض الفتاك حتى آلت على نفسها أن تنقله إلى أكبر عدد ممكن من الرجال. كانت ماريا غونساليس دو سانتوس وهي في مطلع عقدها الرابع امرأة جذابة، كانت تستهدف كل شاب وسيم تصادفه، أحيانا تصنع المناسبة للإيقاع بمن تستهدف. عندما حلت بالمغرب تعرفت إلى عمر الرياحي، وكان صحفيا شابا من تطوان ينحدر من أسرة أندلسية. كان عمر وسيما، وكانت ماريا تصطاد ضحاياها من بين الوسيمين. أغوته بحركاتها ثم تمنعت، قضى زمنا يلاحقها، أسابيع منذ أن تعرف إليها في أصيلة، وأخيرا تمكن منها، ولعلها مكنته من نفسها. كان ذلك في ليلة 30 من مايو من العام 2001، لما فتحت له باب غرفتها في الفندق، استضافته 7 ليال. وكان عمر يلاحظ خلواتها الطويلة في الحمام، لم تكن تستحم في كل مرة، كما لاحظ أن مذكرة تلازمها. ذات ليلة أراد أن يعرف ما في المذكرة، سقاها حتى أسكرها، ولما فتح المذكرة يا لهول ما اكتشف، كتبت بخط يدها أنها نقلت إليه مرض السيدا. ذهل العميد الراجلي مما اكتشف في دفتر مذكرات ماريا غونساليس دو سانتوس، أبلغ رئيسه بالأمر إذ لم يسبق له أن تعاطى مع قضية مماثلة. أمره الرئيس باستنساخ المذكرة ثم تسليمها إلى والدة ماريا. وجد العميد الراجلي نفسه في مواجهة تطور لم يكن مرتقبا، عليه الآن العثور على عمر الرياحي. مضت 3 أشهر ولا أثر له، أبانت التحريات بأنه غادر المغرب إلى إسبانيا عبر ميناء طنجة. في 13 نوفمبر تقدم عمر الرياحي إلى شباك الأمن بباب سبتة، كان قادما من إسبانيا، ما أن تعرف عليه مسؤول المصلحة حتى دعاه إلى مكتبه، أبلغه بأنه مطلوب حضوره إلى مفوضية الشرطة بسلا لأمر يهمه. حاول أن يعرف الموضوع، ولكن مسؤول مصلحة الشرطة في باب سبتة لم يكن على علم بالموضوع. اضطرب عمر، ولذلك ما أن وصل إلى سلا مساء ذلك اليوم حتى تقدم لدى مفوضية الشرطة. هناك استقبله العميد الراجلي، كان يريد أن يبلغه الخبر المشؤوم، خبر إصابته بالسيدا، ولكنه لم يجد سبيلا إلى ذلك. بادره بالسؤال عن علاقته بالصحفية الإسبانية ماريا غونساليس دو سانتوس. أجهش عمر بالبكاء، وما أن هدأ قليلا حتى سأل العميد: كيف عرفتم أنني القاتل؟ كان ردا مفاجئا:
اعتدل العميد في مجلسه أخفى اندهاشه لما قاله عمر الرياحي، وبنبرة هادئة تماما رد عليه: الشرطة تستطيع اكتشاف الحقيقة لأن الجناة يتركون دائما خيطا يقود إليهم. سرد عمر حكايته مع الصحفية الإسبانية بتفاصيلها إلى أن اكتشف أنها نقلت إليه مرض السيدا. في تلك اللحظة قرر الانتقام منها، تعلل بزيارة إلى عائلته في تطوان ووعدها بأنه عائد إليها بعد 3 أيام. لما عاد دعاها إلى منزله في سلا الجديدة. قال عمر إنه خرج حين دخلت هي إلى الحمام لتغتسل قبل أن تعود إلى فندقها، قصد إلى سيارتها، قطع أنبوب زيت الفرامل بعد أن نصب مسامير تحت العجلات. لما غادرت تبعها، ظل يرقبها إلى أن هوت بسيارتها في المنحدر. عاد إلى بيته، جمع أغراضه وما كان لديه من مال، ثم غادر إلى تطوان. فوت كل ما يملك إلا بيت والديه الهالكين، فقد حبسه على الفقراء. عبر إلى إسبانيا، كانت ضحاياه كثيرات ممن نقل إليهن مرض السيدا. قال عمر في اعترافاته إنه لم يكن يعتقد أن الشرطة ستكشفه يوما ما. استمع العميد الراجلي باهتمام إلى اعترافات عمر الرياحي، وعيد فحص سيارة ماريا غونساليس دو سانتوس اكتشفت المسامير بين أشلاء العجلات، وتجلى القطع الذي طال أنبوب زيت الفرامل. أبلغ العميد رئيسه باعترافات عمر، وتم الاتصال فورا بالوكيل العام للملك، لأن الأمر لم يعد الآن من اختصاص المحكمة الابتدائية. انتقل الوكيل العام إلى مفوضية الشرطة بسلا مصحوبا بقاضي التحقيق للاستماع إلى أقوال عمر الرياحي. أمر قاضي التحقيق بأن يوضع الظنين رهن الاعتقال الاحتياطي مع مطالبة مدير السجن بعزله عن باقي السجناء لما يمثله من خطر عليهم. قبل أن ينقل من مقر مفوضية الشرطة بسلا إلى السجن، طلب عمر الرياحي من العميد الراجلي أن يطلعه على آخر ما دونته الصحفية الإسبانية في دفتر مذكراتها. كتبت ماريا غونزاليس دو سانتوس: مسكين عمر، اعتقد باستضافتي في بيته أننا بدأنا حياتنا كعاشقين، لم يكن يعلم أنني على موعد مع ضحية أخرى في الفندق في 11 ليلة. في المدن العتيقة وفي الأحياء الشعبية حيث تكون العلاقات بين الأسر كثيفة ومتداخلة، كثيرا ما أثثت قصص الحب فضاء الهمس، قصص يتوجها الزواج حينا وتنتهي بافتراق الأحبة في أحيان أخرى، وفي حالات تكون النهاية مأساوية. قصة الحب التي نشأت بين عبد الجليل وحياة لم تكن استثناء، فالشابان اللذان يسكنان في زنقة الشبانات بقلعة الوداية بالرباط تعلقا ببعضهما منذ كانا مراهقين. يبلغ عبد الجليل الداودي 26 عاما، وتصغره حياة الموجودي 4 سنوات، وكان نموذجين لشابين ناجحين من شباب لوداية. كان عبد الجليل مهندسا في المعلوميات، بينما كانت حياة مصممة أزياء، وقد تعود على اللقاء أيام العطل بمطعم يطل على البحر، كان فضاء هادئا يأمه السياح والعشاق. ذاك 11 من مايو من العام 2000، وكان يوم أحد، كان عبد الجليل وحياة على موعد في ذلك المطعم. كان موعدهما 4 عصرا. لما وصلت وجدته في انتظارها، بدت سعيدة لهذا اللقاء، على الأقل حرصت على أن تبدو كذلك، غير أنها لم تتمكن من أن تخفي من عينيها مسحة حزن. حرص عبد الجليل على أن يستقبلها استقبال المشتاق. لم تكن حياة تستطيع أن تخفي حزنها لفترة طويلة، ولذلك ها هي تبادر إلى كشف سبب تلك المسحة من الحزن البادية عليها. قالت إن قريبها الذي تعود على زيارة والدتها نهاية كل شهر يوجد في البيت، ولذلك فإنها بما أنها لا ترتاح لوجوده في المنزل ستكون مضطرة لتعود سريعا.
كان عبد الجليل يرى أن الزيارات المتكررة لهذا القريب إلى منزل حياة قد تفضي إلى مشاكل وإلى ما لا تحمد عقباه. كان واضحا أن وراء تلك الزيارات سرا، اقترح عبد الجليل على حياة مساعدتها وأن يقوم بمبادرة تستجلي أسرار تلك الزيارات. لم يكشف تفاصيل مبادرته. وافقت حياة، ولكنها اشترطت أن لا تعلم أمها بالأمر. لما غادرت نزل عبد الجليل يتمشى على الشاطئ، كان يقلب أفكاره يرتبها ربما. وعد عبد الجليل الدودي حياة الموجود بزواج لما كان طالبا. كانت الأسرتان الجارتان على علم بقصة الحب بين الشابين، وقد كان قويا وقع معارضة والدة حياة لمشروع الزواج. كان التبرير الوحيد الذي قدمته أنهما أخوان من الرضاعة. قالت والدة حياة إنها أرضعت عبد الجليل وبعض إخوته، ولكن ما يثير الحيرة لدى عبد الجليل أن والدته لما سألها عن ذلك نفت بشكل قاطع أن تكون أم حياة أرضعت أيا من أبناء أسرة الداودي. نفت أم عبد الجليل أن يكون عبد الجليل شقيقا لحياة من الرضاعة. لما تعارض أم حياة إذن زواج ابنتها من عبد الجليل؟ كان البحر هائجا، وكان رذاذ الموج المتسابق إلى الشاطئ يداعب وجه عبد الجليل الذي بدا وقد أغرق في لجة التساؤلات الكثيرة التي لا يجد لها أجوبة شافية. استقر رأيه على أن يستعين بالشرطة لاستجلاء سر الزيارات المتكررة لذلك الرجل إلى منزل عائلة حياة. كان يعلم أنه يجازف، ومع ذلك قرر أن يبادر. في عصر الغد توجه إلى مقر الدائرة الأولى. دخل المبنى وتوغل في ممر به أبواب مكاتب مغلقة. واصل إلى أن أفضى إلى فناء. كان هناك شرطي مسن تبدو عليه الصرامة. طلب منه سبب حضوره. رد الشاب بأنه يريد مقابلة العميد. سأله الشرطي عن الموضوع. رد الشاب بأنه سبب شخصي. صرخ الشرطي في وجه عبد الجليل قائلا إنه يتعين عليه أن يكشف الموضوع الذي يريد أن يقابل العميد بشأنه. رد عبد الجليل بما لم يرق الشرطي. ارتفعت أصوات الرجلين. فجأة فتح باب على الفناء. أطل شاب خاطب الشرطي بلهجة الآمر. وجه عبد الجليل سؤاله إلى الشاب، هل يتعين على كل زائر لمقر الشرطة أن يبوح بما يريده على مسمع من الجميع؟ أضاف، إذا كنت أنت العميد فأنا أرغب في مقابلتك. رد الشاب بأنه هو العميد ودعاه إلى الدخول. طلب منه الجلوس. ساد صمت لعدة ثوان. كان كل واحد من الشابين يمعن النظر في الآخر. كان العميد أسرع في التذكر، بادر بسؤال، ألست عبد الجليل؟ رد عبد الجليل أن نعم. سأل العميد، ألم تكن طالبا في ثانوية مولاي يوسف؟ أما زلت تسكن الوداية؟ كان عبد الجليل يرد بالإيجاب، ولكنه لم يكن قد اهتدى بعد إلى من يكن العميد. لم يطل الانتظار فقد بادره العميد بأنه زميله في الدراسة أحمد عبد الصبور. يا للصدفة. تعانق الشابان يباركان هذه اللحظة التي جمعتهما بعد أن باعدت بينهما السنون. كادت الذكريات تنسي عبد الجليل موضوع زيارته وطلب مقابلته العميد رئيس الدائرة الأولى للأمن الوطني. أبلغ عبد الجليل صديقه العميد بأنه ما زال يسكن في الوداية رغم أنه يملك منزلا في حي الرياض، فقد آثر أن يظل بجانب والدته بعد أن مات والده في العام 98-900 وألف. قال إنه مرتبط بفتاة من الجيران، غير أن والدتها تعارض زواجه منها إذ تزعم أنهما أخوان من الرضاعة. ذكر أيضا أن والدته تنفي تلك العلاقة. والواقع أن عبد الجليل جعل من ذلك مقدمة ليبلغ العميد أحمد عبد الصبور بموضوع الزيارة. قال إن رجلا من أقرباء والد الفتاة التي يرتبط بها يقوم بزيارات متكررة إلى بيت هذه الأسرة، وإن تلك الزيارات تبدو مزعجة، وإنه لا يستبعد أن يكون وراء الأمر سرا.
طرح العميد على صديقه عدة أسئلة، ولكنه لم يستنتج منها ما يتيح التدخل إلا إذا تقدمت والدة خطيبته بشكاية. عبر العميد عن أسفه لتعذر مساعدة صديقه. كان يرافقه إلى باب المكتب ليودعه. في تلك الأثناء اقترح عبد الجليل أن يجازف وأن يتحمل المسؤولية فيما قد يحدث. قريب حياة أمسى يقلقه، ولذلك اقترح أن يفتعل شجارا مع الرجل بغرض استقدامه إلى المفوضية بما يتيح التحقق مما إذا كان ذا سوابق. بعد 3 أيام علم عبد الجليل من حياة أن الضيف المزعج يوجد في منزل أسرتها. كانت الفرصة التي يترصدها عبد الجليل. انتظره في مدخل الدرب. كان الرجل مقبلا، ولما بلغ مستوى منزل أسرة الداودي ارتمى عليه عبد الجليل واتهمه بمحاولة اقتحام المنزل. اشتبك الرجلان بالأيدي. تدخل الجيران وتم استدعاء الشرطة التي لم تتأخر سيارتها في الوصول. تقرر نقل الطرفين إلى مركز الأمن. تذرع عبد الجليل بأنه يريد أخذ بطاقة تعريفه الوطنية، ولما دخل المنزل اتصل بصديقه العميد أحمد عبد الصبور وأبلغه بأن دورية الأمن ستصل به وبالرجل المزعج بعد دقائق. تم تقديم الرجل ومعه عبد الجليل إلى العميد رئيس الدائرة الأولى للأمن. استنطقهما وحذر عبد الجليل الداودي من عواقب الاتهام الذي يوجهه إلى الرجل، وطلب منه أن يعتذر. أكد الرجل أنه ابن عم المرحوم عبد السلام الموجودي الذي تسكن أسرته بنفس درب عبد الجليل الداودي. سجل العميد رقمي بطاقتي تعريف الطرفين وأخلى سبيلهما. ذهب الرجل إلى حال سبيله بينما بقي عبد الجليل ينتظر ما سينتج عن مغامرته. طلب منه العميد انتظار الغد حتى يتسنى إجراء البحث في قاعدة المعلومات. في صباح اليوم الموالي في الساعة 8 رن هاتف عبد الجليل. كان المتصل صديقه العميد عبد الصبور. طلب منه أن يزوره قبل الذهاب إلى عمله. بعد لحظات كان عبد الجليل في مكتب العميد. مفوضية الشرطة لا تبعد كثيرا عن منزله. أبلغه العميد بأن الرجل ذو سوابق إحداها تثير الاستغراب، فقبل 15 سنة تسبب في حادثة مرور في مقتل رجل بساحة الوداية بنفس الحي الذي يقطنه ابن عمه، وحكم عليه بالسجن 6 أشهر وأمضى العقوبة في سجن الوداية. كان الضحية يدعى عبد الرحمن بن دريس الداودي الذي يسكن نفس الحي بالوداية. لن يكون مستغربا أن تكون هذه الصدف مجتمعة ذات صلة بالزيارات المتكررة لابن عم المرحوم عبد الرحمن الموجودي إلى بيت الأسرة. كانت زيارات تثير الشبهة، خاصة وأن أرملة المرحوم الموجودي كانت سيدة لما تبلغ منتصف العمر، وكانت على قدر يحترم من الجمال. لما سمع عبد الجليل اسم الضحية حادثة السير التي وقعت قبل 15 سنة في ساحة الوداية كاد يغمى عليه. لم يكن صديقه ليقيم علاقة ما بين الحادثة وأطرافها وحالة الانهيار التي انتابت صديقه المهندس عبد الجليل. لما استرجع أنفاسه أبلغ عبد الجليل صديقه العميد عبد الصبور بأن الذي مات في تلك الحادثة المروعة كان والده. كانت معلومة ذا أهمية قصوى، إذ جعلت التحريات حول خلفية الرجل ابن عم المرحوم الموجود تكتسب معنى. عبد الجليل الداودي وجد نفسه في ملاحقة الرجل الذي تسبب في موت والده. لم يكن ذلك قصده، كان يريد أن يستجلي سر رفض والدة حياة زواجهما. طلب منه العميد أن يأتيه في أقرب وقت بدفتر الحالة المدنية لوالدي حياة علّه يتمكن من إثبات ما هو الآن في حكم المفترض. تعود عبد الجليل وحياة الصراحة والوضوح في علاقتهما. كانت علاقة حب ألزمهما الشك في احتمال صلة الأخوة للرضاعة بينهما أن يلتزم بها حدود العفة. ضرب لها موعدا مساء ذلك اليوم. التقيا في المطعم المطل على الشاطئ. أطلعها على ما توصل إليه. أبدت معارضة لكل إقحام لوالدتها في الموضوع.
ذكرته، وكان عبد الجليل يعلم علم اليقين بأن والدتها مصابة بالصرع وبأن كل صدمة قوية قد تسبب هلاكها. اتفقت حياة مع عبد الجليل على مرافقته لمقابلة العميد عبد الصبور. التقى الثلاثة يوم السبت في المفوضية، فقد حضر العميد بالرغم من أن اليوم يوم عطلة، ما أن فحص الأوراق حتى أيقن بأن الرجل الذي يزور أسرة حياة هو ابن عم والدها، غير أنه استغرب كيف أن أم عبد الجليل لم تكن تعلم أن قريب جيرانها الأقرب هو من تسبب في مقتل زوجها عبد الرحمن بن دريس الدودي. وجد عبد الجليل وحياة نفسهما في موقف محرج، لم يكونا يعلمان هذه التفاصيل. اقترح العميد أن يقوم بالتحريات الضرورية لاستجلاء الأمر والكشف عن الأسرار التي تكمن في ثنايا القصة. عشق عبد الجليل الدودي بنت الجيران حياة الموجودي، كان من أبناء الوداية بالرباط، كان نموذجين لشباب الوداية الناجحين، هو مهندس معلوميات وهي مصممة أزياء مرموقة. كانت تربط أسرتي الموجودي والدودي علاقات تتعدى علاقات الجوار العادية، ولعل ذلك من الأسباب التي جعلت عبد الجليل يستغرب أن تعارض والدة حياة زواجها منها. زعمت أنهما أخوين من الرضاعة، ولكن أم عبد الجليل أبلغت ولدها بأن أم حياة لم ترضع أيا من أبناء المرحوم عبد الرحمن الدودي. بدا أن وراء الأمر سرا ما. كان يتردد على بيت أرملة الموجودي رجل هو ابن عم الراحل عبد السلام الموجودي، وكانت زياراته المتكررة تثير غضب حياة، وكانت خلال لقائها بعبد الجليل لا تخفيه قلقها من الحضور المتكرر للرجل في بيت الأسرة. سعى عبد الجليل إلى استجلاء السر وراء الزيارات المتكررة للرجل. اكتشف أن العميد رئيس الدائرة الأولى للأمن زميل دراسة قديم، تعمد استفزاز الرجل ليوصله إلى مركز الشرطة. مكنت التحريات أن للرجل سوابق كثيرة، منها ارتكابه حادثة سير في ساحة الوداية تسببت قبل 15 عاما في مقتل رجل. تبين أن القتيل كان والد عبد الجليل. استغرب عميد الشرطة كيف أن والدة عبد الجليل لم تكن تعلم أن من تسبب في مقتل زوجها هو قريب جيرانها. كان قصد عبد الجليل أن يستكشف السر وراء رفض أم حياة زواجها منها. طلب منه عميد الشرطة إحضار دفتر الحالة المدنية لعائلة الموجودي. لما أبلغ حياة بالأمر وافقت على أن لا يتم إقحام والدتها في الموضوع. كانت والدتها مصابة بمرض الصرع وكانت تخشى أن تتأزم حالتها. مع اكتشاف الحقائق الجديدة وأن من قتل والد عبد الجليل هو قريب عائلة حياة، صار الشابان في موقف حرج. اقترح العميد أحمد عبد الصبور أن يتولى التحقيق لاستجلاء ما تخفيه الحكاية. وضع خطة عمل حرص على أن يضمنها ما يجنب والدة حياة كل تأزم في حالتها الصحية. قرر التوجه إلى بيت عائلة الموجود مدعيا أنه يبحث عن رجل يشتبه في قيامه بأعمال نصب ويدعى الموجود، وأن معلومات تفيد بأنه يختبئ في البيت. كان عبد الجليل كما حياة على اطلاع على الخطة، وكانت حياة في بيت عائلة عبد الجليل على استعداد للتدخل إذا ما عاودت نوبات الصرع والدتها. عصر ذلك السبت طرق العميد أحمد عبد الصبور باب عائلة الموجود. فتحت والدة حياة الباب. قدم العميد الشاب نفسه، سألها عن رجل يدعى الموجود يشتبه في تورطه في أعمال نصب، وأن المعلومات تقول إنه يختبئ في هذا المنزل. قالت السيدة إن الرجل من أقارب زوجها، لكنه غادر المنزل منذ بضعة أيام، ودعت الضابط إلى الدخول لتأكد من أنه غير موجود بالبيت. قبل أن يدخل أمر العميد رجل شرطة كان يرافقه بأن يبقى يقظا وأن يمنع كل من حاول الخروج من المنزل. دخل العميد الشاب، اكتشف منزلا تنم طريقة تأثيثه عن ذوق رفيع لصاحبته. دعته المرأة إلى قاعة الاستقبال، عرضت عليه فنجان قهوة لم يرفض. بعد قليل
أقبلت السيدة ذات 45 سنة تحمل صينية فضية بها إبريق القهوة وصحن الحلوى. سألها العميد عن صلة القرابة التي تربطها بالشخص المبحوث عنها. قالت إنه ابن عم زوجها الراحل وإنه يقوم بزيارتها من حين لآخر، غير أنها لا تعلم من نشاطه سوى أنه كان قبل سنوات سائق تاكسي قروي. أجابت على كل الأسئلة ولم تكن تبدو منفعلة. ولما سأل عن حادثة السير التي تسبب فيها المبحوث عنه والتي كان ضحيتها جارها عبد الرحمن الدودي، قالت إنها لا تعلم شيئا عن تلك الحادثة. نهض العميد وهم بالانصراف، طلب منها أن تدله على منزل الدودي ليسأل عنها. قالت لقد مات. رد العميد بأنه سيسأل أرملته. لما كاد يبلغ باب المنزل رجته أن يعود لتجيب على كل الأسئلة. قالت إنها لا ترغب في أن يعلم الجيران، وإنها على استعداد لتبوح له بسر تحتفظ به منذ أكثر من 20 عاما. رجته أن يعدها بالكتمان وبعدم التعرض لمن ماتوا، لأن خروج هذا السر إلى العلن قد يوقد نار الكراهية بينها وجيرانها. استوت السيدة على كرسي وجها لوجه مع العميد أحمد عبد الصبور. قالت إن مصيبة حلت بها قبل أكثر من 22 عاما، إنها تعيش إلى الآن تلك اللحظات بكل تفاصيلها ورهبتها وقساوتها. كان عليها أن تعود إلى البداية. قالت إنها تزوجت عبد السلام الموجودي ولما تكن قد تخطت ربيعها 16، جاء بها من وزان لتستقر معه في الوداية في هذا المنزل الذي تقيم فيه إلى الآن. تعرفت على السيدة رحمة زوجة عبد الرحمن الدودي التي تسكن المنزل المقابل. كان للأخيرة وقتها ولد واحد اسمه عبد الجليل. توطدت العلاقات بين الجارتين، صارت علاقات حميمة. كانت الواحدة تستعين بالأخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك، لحظة الوضع مثلا. وهكذا حين وضعت السيدة رحمة مولودها الثاني الذي يبلغ من العمر الآن 23 عاما، كانت هي التي تولت رعاية الطفل الأكبر. لم يكن ذلك هو السر. قالت إن السر الذي ينهكها منذ أكثر من 22 عاما يرتبط بوقائع أخرى. فقد جاء جارتها المخاض، لم يكن بمقدورها طلب المساعدة إلا منها، ساعدتها على الوضع وتم كل شيء على أحسن ما يرام. تنفست المرأة نفسا عميقا ثم أضافت أنها بعد ذلك أحست بنوبة الصرع. خرجت من الغرفة حيث كانت النفساء إلى فناء الدار علها تستنشق هواء يساعدها على التماسك. في غرفة مجاورة سقطت مغشيا عليها. صمتت قليلا، بدت شديدة الانفعال. خشي العميد أن تحل بها نوبة الصرع. بعد لحظات استرجعت أنفاسها، كانت عيناها تدمعان. قالت بصوت اعترته بحة إنها لما استيقظت أحست أنها تعرضت للاغتصاب. لمحت عند الباب شبح رجل يغادر وهو يلملم ثيابه. كان زوج جارتها. كتمت سرها. بعد أيام ظهرت عليها علامات الحمل. كانت أنثى، سمتها حياة. ظلت تحتفظ بالسر. كان زوجها مصابا بالسكري وحرصت على أن تجنبه كل ما قد يثير أعصابه. ولما صارت أما لثلاثة أطفال تسرب الشك إلى نفس زوجها. لم تكن الطفلة حياة تشبه شقيقيها. ذات مرة دخل ابن الجيران عبد الجليل، كان يلعب مع حياة ومع باقي الأطفال. كان بين الطفل والطفلة حياة شبه كبير. ثار غضب الزوج، استنطقها بغلظة فأخبرت بالذي جرى. هرول إلى المطبخ يريد سكينا، كان يريد قتل الجار الخائن. لما رأته يحمل السكين أغمي عليها، ولما أفاقت كان واقفا أمامها يلعن ويتوعد بالانتقام لشرفه من هذا الجار الخائن. تتذكر أنه ليلتها لم ينم. في الصباح استقر رأيه على أن يرد على الغدر بالغدر.
بعد بضعة أيام علمت أن زوج جارتها مغتصبها قد أصيب في حادثة سير دهسه تاكسي قروي، ظل نحو من شهر في غيبوبة ثم مات. بعد شهور علمت أن صاحب التاكسي القروي لم يكن سوى ابن عم زوجها، وقد قضى عقوبة بالسجن 6 أشهر في سجن لودايا. بعد عامين توفي الزوج من جراء مرض السكري. بعد ذلك صارت في مواجهة مساومات ابن عمه، زارها للمرة الأولى لما كان زوجها في مرض موته، كان يهدد بكشف السر، أعطته 10,000 درهم، صار يأتي كل سنة ثم كل 6 أشهر ثم آخر كل شهر، كان يبتزها ويقاسمها منحة المعاش التي تستفيد منها بعد وفاة زوجها. أنهت الأرملة حديثها، كان العميد ينظر إليها مشدوها، بدت هي وقد تخلصت من سر كان يجثم على صدرها، وعدها بأنه سيضع حدا لزيارات ابن عم زوجها، شكرها ثم غادر. لما تخطى عتبة المنزل اتصل بصديقه عبد الجليل، دعاه إلى الالتحاق به في المفوضية، لم يبلغه خلاصات البحث الذي أجراه مع والدة حياة، طمأنه بأن كل شيء تم في ظروف جيدة لم تعكرها أي تعقيدات. وجد العميد أحمد عبد الصبور نفسه الآن يبحث عن طريقة تمكنه من إبلاغ عبد الجليل وحياة بالحقائق التي توصل إليها. كان قد استمهلهما 6 إلى 10 أيام لإبلاغهما بنتائج التحريات. كانت الحقائق التي سينقلها إلى عبد الجليل وحياة قاسية ومؤلمة. ظل الموضوع مهيمنا على فكره طيلة نهاية الأسبوع، وفي صباح الاثنين استدعى إلى مكتبه أحد مساعديه الأقربين المفتش الممتاز عبد الرحيم بوشتا، وقد قضى في العمل 36 عاما، تمكن خلالها من اكتساب خبرة واسعة وغنية. عرض عليه النازلة وطلب منه مساعدته في البحث عن مخرج. اقترح المفتش الممتاز خيار إجراء تحليل لعينتين من دمي عبد الجليل وحياة حتى يتسنى توفير الحجة القاطعة التي لا تقبل الطعن فيها. اهتديا إلى خطة تقتضي استدراج عبد الجليل وحياة إلى التبرع بالدم لفائدة رجل أمن في حاجة ماسة إلى الدم. حين حضر إلى المفوضية تم تفعيل سيناريو الاستقطاب. دخل المفتش الممتاز مكتب العميد وذكره بحملة التبرع بالدم لفائدة رجل الأمن. لم يتردد عبد الجليل وحياة في التجاوب. تم نقل عينتين من دميهما إلى المختبر الوطني للشرطة العلمية. جاءت النتيجة حاسمة وقاسية، أكدت بنسبة 99% أن العينتين لأخوين. على العميد الآن أن يبلغ صديقه بالنتيجة. استدعاه وطلب منه ألا يستقدم معه حياة. كان عبد الجليل مستعدا نفسانيا لتلقي الخبر. استجمع العميد قواه وأخرج من درج مكتبه ظرفا، قال إنه يتضمن معلومات خطيرة يريد أن يبلغها إليه، وهي تتعلق بمستقبل علاقته بحياة. فهم عبد الجليل القصد وتقبل النتيجة الحاسمة. بدا سعيدا لأنه لم يحد بعلاقته مع حياة عن جادة العفة. طلب من العميد أن يرافقه إلى منزل عائلة حياة ليبلغها ووالدتها بالنتيجة المخبرية. الواقع أن قصة الرضاعة وإن كانت عارية من الصحة هيأت حياة لتقبل احتمال استحالة زواجها ممن أحبت من عبد الجليل. صارت العلاقة الآن علاقة أخ بأخته. أعيد إغلاق الملف الذي رحل فاعلوه الأساسيون إلى دار البقاء. كانت الساعة تقترب من 1 ظهرا ذاك الأحد 8 مايو من العام 2005، يوم ربيعي بامتياز. النسيم الآتي من الحقول يحمل من روائح الأزهار والأعشاب المختلفة. في تلك الساعة من النهار يبدأ عدد المتسوقين في التراجع. في باب السوق حافلات وسيارات أجرة من الصنف الكبير
وغير بعيد دواب ربطت إلى كل ما يمكن أن تربط إليه، تنتظر أن يعود أصحابها من السوق. الجناح الذي يزداد زواره في تلك الساعة من النهار هو جناح الخيام المطاعم، حيث تشوى اللحوم بأنواعها المختلفة، وحيث الشاي بالنعناع. في سوق أحد الغربية إلى الجنوب من طنجة بنحو 30 كيلومترا، كما في كل الأسواق الأسبوعية بالبوادي، لا صوت يعلو فوق أبواق باعة الأعشاب الطبية، حتى حين يشرح البائع لأحد زبائنه كيفية استعمال الخلطات التي يبيعها يسمع كل المتسوقين، وحين يكون مضطرا للتطرق إلى أشياء تعد في العرف مخلة بالحياء، فإن بائع الأعشاب يحرص على أن يقدم بالقول لا حياء في الدين، بعدها لا يجد حرجا في أن يشرح بالتفصيل الممل. ثم توقف الصوت المبحوح الآتي من مكبر الصوت الذي علق على قضيب من حديد لا شيء يفوقه ارتفاعا. لم يدم الصمت طويلا، فقد عاد الصوت مهللا، هلل مرتين. يعلم المتسوقون أن الرجل سيعلن عن شيء ما عدا الحديث عن بضاعته، ثم قال: معنا طفلة تائهة، معنا طفلة تاهت عن والدتها. في كلامه ما يستنفر الفضول، كثيرون أسرعوا الخطى نحو حلقته، ثم سمع يقول مخاطبا تلك الطفلة: تقدمي يا ابنتي، لا تخافي، ما اسمك؟ لم يأتي أي جواب عبر البوق. ثم عاد صوت بائع الأعشاب: لا 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 تبكي، سوف نعثر على أمك. عم الصمت بضع ثوان، ثم عاد صوته يحوقل: معنا طفلة تائهة، كم عمرك يا ابنتي؟ أخيرا نطقت، صوتها الصغير يقول: 4 سنوات. ازداد عدد المتحلقين حول بائع الأعشاب التي تعالج الأمراض كلها. تاهمت الجمع موجة من دخان الشواء أتت من خيمة قريبة. ما اسمك؟ كرر الصوت المبحوح. قالت الطفلة: اسمي شيماء. لم تكن الحالة الأولى التي صادفها بائع الأعشاب الطبية في تجوله عبر الأسواق الأسبوعية. كثيرا ما كان يظهر أحد من أبوي الطفل المفقود أو أحد أقاربه فيتسلمه. في الحالات القليلة التي لم يظهر فيها من يسأل، يسلم الطفل إلى المسجد الأقرب إلى السوق فينتهي الأمر. مرت ساعة بعد أن بث عبر مكبر الصوت نداءاته إلى من قد يكون تاهت عنهم الطفلة. لما كان يجمع بضاعته استعدادا للرحيل، ولم يعد من حوله سوى عدد قليل من الناس أغلبهم أطفال وصبية، سأل شيماء: مع من جئت إلى السوق؟ مع حميدة، قالت. نظرتها توحي له بأنها جائعة، لعلها لم تذق طعاما منذ عدة ساعاتنا الآن. ثم عاد ليسألها وهو يجمع أغراضه: هل هي أمك؟ تقول لي نادني ماما حميدة. وأين تسكنون يا شيماء؟ لم ترد، لعلها لا تعرف. ثم نطقت من جديد: أنا جائعة، سأشتري لك حالا ما تأكلينه. في الثالثة لم يعد في السوق زبناء كثيرون، انهمك الباعة في جمع معداتهم. وصل بائع الأعشاب إلى الخيمة المطعم وهو يمسك بيد الطفلة. كان المعلم أحمد يراقب مساعديه وهم يجمعون الكراسي والطاولات. لحم قليل ما زال معلقا إلى السارية التي تتوسط الخيمة. لم يفاجأ المعلم أحمد، بائع الأعشاب وتجار آخرون يكونون في الغالب آخر زبائنه. نظر إلى الطفلة وقبل أن يسأله بادره بأنها تائهة وهي جائعة. حركت الطفلة رأسها مؤكدة ما قاله. لما أكل أمسك بيدها ومضى بها إلى المسجد، ولكن القائم عليه رفض أن يتسلم منه الطفلة، قال له إن عليه أن يسلمها للدرك. لم ينتظر ومضى مباشرة إلى مقر القيادة. حكى كيف أن أحدهم جاء بالطفلة بينما كان في السوق وأبلغه بأنها تائهة، ورجاه أن يوجه نداء عسى أن تكون أمها أو أبوها يبحثان عنها في السوق. قال إن الذي جاء بها ما لبث أن اختفى وسط الزحام. سأل الموظف الطفل عن ذلك الرجل، فقالت
كان معنا بابا سطوف. لم يعرف بائع الأعشاب الطبية يقينا إن كان الذي جاء بها هو بابا سطوف. لم تجب الطفلة حين سئلت، وبدا بائع الأعشاب وكأنه اكتشف أنه في ورطة. تسلم منه الموظف بطاقة تعريفه الوطنية ومضى يدون في كناشنا المعلومات التي تخصه، ولما فرغ من ذلك أعاد إليه البطاقة وقدم له قلما وطلب منه أن يوقع. تردد، ولذلك فيما يبدو تدخل الموظف ليطمئنه بأن ما كتبه في الكناش ليس سوى محضر لتسلم الطفلة، وفيه ذكر لما قاله عن الظروف التي وصلت فيها إليه. أمسك بالقلم وحاول أن يقرأ ما هو مكتوب في تلك الصفحة، لم يتمكن من النفاذ إلى ما هو مكتوب. قرر أن يثق فيما قاله الموظف، وفي أسفل الصفحة بعد كل تلك السطور التي تقاربت وضع توقيعه. لم يكن توقيعا مقروءا، وإنما هو خطوط تشابكت ورسمت شكلا لا يوحي بأي شيء. حرص الموظف على جعله يبصم إلى جانب ذلك التوقيع، فعل بلا تردد ومضى. من درج مكتبه أخرج الموظف حلوى وقدمها للطفلة التي اقتعدت كرسيا مقابلا له. رجلاها لا تبلغان الأرض، لا تفتأ تحركهما. قولي لي يا شيماء، قال الموظف بصوت يشبه الهمس، أين هو منزلكم؟ نظرت إليه وهي تحرك رجليها بلا توقف، ثم قالت وقد حولت نظرها إلى باب المكتب، منزلنا بعيد. بعيد؟ نعم، ركبنا سيارة كبيرة مع ناس كثيرين. ضحكت وقالت كان بجانبنا طفل له لعبة جميلة ناولني إياها. مع من تسكنين؟ مع ماما حميدة. نزلت من الكرسي واقتربت حتى وضعت ذقنها على المكتب كأنها تريد أن تبوح له بشيء ما. لما انحنى الموظف ليكون أقرب إليها قالت هي ليست أمي، ولكنها تضربني إن لم أناديها ماما حميدة. ظلت واضعة ذقنها على المكتب وهي تنظر إلى الموظف. أخرج من درج مكتبه قطعة حلوى أخرى، نظر إليها وقال وهذه حلوى بمذاق الليمون. أمسكتها ورسمت على وجهها الصغير ابتسامة عريضة، ثم ما لبثت أن عادت إلى الكرسي. كانت تستمتع بالحلوى، رجلاها يتحركان بلا توقف. كان الموظف يفكر في تسليم الطفلة إلى الدرك الملكي لما سمع صوت منبه سيارة عند الباب. كانت سيارة الدرك. نهض من مكتبه ووقف في الباب. شمس العصر تعوق النظر. من السيارة نزل الأدجدان، جاء يسلم عليه، يتعارفان منذ عدة سنوات. قال الموظف لدي طفلة تاهت في السوق ولم يأتي أحد ليتسلمها. ألقى بنظرة إلى السيارة وبإشارة حي الدركي الجالس وراء المقود، ولمح في الخلف ظلي شخصين. ابتسم وقال للأدجدان خصومة أم سرقة؟ بل هي سرقة. أين هي الطفلة؟ في الداخل. تقدم الضابط ونظر إلى الفتاة الجالسة بهدوء على الكرسي، ابتسم لها تعالي. نزلت من الكرسي وتقدمت نحوه بخجل. قال لها الموظف إنهم سيوصلونك إلى عائلتك، وحتى يطمئنها مشى معها بضع خطوات إلى السيارة. فتح الضابط الباب، ولكن الطفلة تجمدت مكانها. قالت ما وتوقفت. في الداخل امرأة ورجل. لمح الضابط المرأة وكأنها تأمر الطفلة بالسكوت. هل هي ماما؟ لم تجب الطفلة، وبلا سبب ظاهر أجهشت بالبكاء. كان الموظف يقف خلف الدركي، انحنى عليها وسألها همسا هل هي ماما حميدة؟ نعم. طيب لا تخافي. أغلق الضابط باب السيارة. في تلك الأثناء أبلغه الموظف بما قالته الطفلة، أكد أنها كانت مع تلك المرأة التي تناديها ماما حميدة. أبلغه الدركي بأنها ضبطت وهي تحاول سرقة حافظة نقود من أحد المتسوقين، ولما تفطن وأمسك بها
جاء ذلك الذي معها وشرع في الاعتداء على الرجل، قالت إنه زوجها. إذا تأكد ذلك قال الموظف فإنه سيكون ذلك الشخص الذي قالت شيماء إنها تناديه بابا سطوف. قبل أن تغيب الشمس كان الثلاثة قد نقلوا إلى مركز الدرك. عدا قضية السرقة التي أمسك فيها، سأل الباحثون مطولا الماما حميدة التي تبين أن اسمها الحقيقي هو عيشة القراص. كانت في مواجهة ما كشفت عنه الطفلة شيماء لم تتمكن من إثبات أمومتها لها، حاولت عبثا أن تدعي أنها من أقاربها. في غرفة منفصلة تم الاستماع إلى بابا سطوف واسمه الكامل مصطفى عدود، كان أسرع منها إلى الاعتراف بأنه مع عيشة التي تزوجها قبل 6 أعوام يحترفان السرقة في الأسواق الأسبوعية. وعن الطفلة قال إنهما وجداها تائهة في أحد الأسواق الأسبوعية غير بعيد عن مكناس، لم يسلماها للسلطات واحتفظا بها، كان عمرها وقتئذ 2 عامان. وجهت باعترافاته ولم تجد عن الاعتراف بديلا، تم تقديمهما إلى النيابة العامة بملف فيه اعترافات واضحة لا تحتمل تأويلا. ولعدة أشهر تواصل البحث عن عائلة الطفلة شيماء، ثم بالعودة إلى البلاغات التي تضمنتها سجلات الشرطة والدرك في تلك المنطقة تم الوصول إلى والدي شيماء. قالت أمها إن بظهرها علامة لا يعرفها أحد سواها. لما كشف عنها ظهر ذلك الوحم على الجانب الأيمن في منتصف الظهر. في مدينة سان لوي بالسنغال، في منزل يطل على شارع الجنرال دوغول على بعد 10 أمتار من ملعب كرة القدم، كان يسكن منذ العام 1989 الطبيب جيغاغ. في اللوحة التي عند باب سكنه يقرأ الدكتور جيغاغ لوبيردغي الطب العام. في سكنه ذاك على مدى سنين طويلة كان يستقبل الدكتور جيغاغ المرضى. تغص قاعة الانتظار بالنساء اللواتي تحملن في ظهورهن أطفالا يقرأ السقم في عيونهم، ومسنين ينتظرون من الدكتور جيغاغ وصفة تخفف آلامهم أو تشفي جروحهم. لم يكن الدكتور جيغاغ متزوجا، وقيل إنه راهب، ولكن خصوصياته تلك لم تكن لتهم عموم الناس الذين يقصدونه لما عرف عنه من حسن المعاملة. كان هذا الفرنسي القادم من ليون والذي يبدو دون سنه 55 يعيش في انسجام مع محيطه السنغالي. كثيرا ما كان يشاهد في ملعب كرة القدم يتابع مباريات محلية، وكثيرا ما كان في قلب مبادرات ذات صبغة إنسانية وراءها هيئات من المجتمع المدني. كان يبدي حبا خاصا للسنغال. من حين لآخر كان يكتري قاربا تقليديا لنزهة عند مصب نهر السنغال. لم يكن في حياة الطبيب الفرنسي الذي صار وجها مألوفا في سان لوي ما يلفت الانتباه. صباح 4 شتنبر من العام 2000 وكان يوم جمعة، تجمع عند باب سكنه عدد من المرضى. لما تجاوزت 10:00 دون أن تفتح الممرضة التي تساعده باب العيادة بدأ يتسرب إلى نفوس المنتظرين الشك. الدكتور جيغاغ غير موجود، ولكن الذين يعرفونه منذ مدة وطلبوا عنده العلاج من قبل يعلمون أنه حين يكون في عطلة يعلق ورقة على الباب يخبر فيها بأنه سيتغيب ويذكر تاريخ الإغلاق وتاريخ إعادة فتح العيادة، ولكنه في هذه المرة لم يترك ورقة على الباب. فما الذي حدث؟ الذين لم ييأسوا من فتح العيادة انتظروا حتى جاوزت 12:00 ثم انصرفوا، ولكن الأسئلة ظلت تتناسل ومضت التكهنات في اتجاهات شتى. ولكن ما أسر به جار للدكتور جيغاغ إلى أحد معارفه ممن جاءوا لإجراء الفحص يدفع إلى القلق. قال كريم ديالو الذي يعمل محاسبا في شركة للمشروبات الغازية إنه عاد إلى منزله متأخرا في الليلة الماضية، قدر أن الساعة كانت تقترب من منتصف الليل
وأنه أثار انتباهه وجود سيارة رباعية الدفع أمام باب منزل الطبيب جيغار. قال إنه شاهد الطبيب يخرج حاملا حقيبته ويركب في تلك السيارة وقد أحاط به اثنان. ظن كريم أن الدكتور جيغار مضى لإسعاف حالة مستعجلة وأنه سيعود إلى منزله، ولكن النوافذ ظلت مغلقة طيلة ذلك اليوم، والذين طرقوا الباب لم يأتهم جواب. ضحى اليوم التالي كان أمام منزل الدكتور جيغار أكثر من 20 منتظرا. مرت دورية للشرطة، توقفت السيارة غير بعيد وجاء شرطي يمشي بخطى تعبر عن حزم. ما الذي يجري هنا؟ ننتظر الطبيب، قال صوت من وسط المنتظرين. إنه لم يفتح أبوابه منذ أمس، عقب صوت امرأة. حرك الشرطي قبعته، رفعها قليلا وهرش رأسه ثم تقدم نحو الباب. انفتح بين الجمع ممر سلكه الشرطي الذي اكتسبت ملامحه بعض القساوة. طرق الباب وكالآخرين لم يأته أي جواب. وقف لحظات ثم سلك ذاك الممر الذي شطر جمع المنتظرين شطرين. سمع يقول محدثا نفسه: سنرى. ثم دلف إلى السيارة، ركب وتحركت فورا. في المقر الرئيس للشرطة في سان لوي لم يكن الدكتور جيغار لوبيردري ناكيرا. حين أبلغ رئيس المفوضية بغيابه ليومين فهم على التو أن ذلك قد يخفي شيئا ما. قرر أن يبعث من يطرق الباب، وفي حال اقتضى الأمر ذلك من يقتحم المنزل. لما حل بالمكان شرطيان لم يكن قد بقي من المنتظرين سوى قلة تعد على أصابع اليدين. طرق أحد الشرطيين الباب، لا من مجيب. إذ ذاك اتصل بواسطة اللاسلكي الذي يحمله بمقر المفوضية. جاءه الرد وسط حشرجة الجهاز. تمكن بعض المتحلقين من تبين صوت يقول: افتحوا الباب. تراجع الشرطي الآخر بضع خطوات ثم ضرب برجله الباب بقوة. في المرة الثانية انفتحت. بقي أحد الشرطيين في الباب يمنع المتحلقين من الدخول، بينما قام آخر بجولة في المنزل. لا أثر للدكتور جيغار. لاحظ أن فراشه لم يكن موضبا، وعلى المكتب في الجناح الذي يتخذه عيادة اكتشفت ورقة كتبت بخط كبير: الدكتور جيغار سيظل في يدنا. وفجأة رن هاتف مكتبه. رفع الشرطي السماعة. نعم، قال صوت رجل بنبرة متثاقلة. تأخرتم في الوصول، يبدو أن أمر الطبيب لا يهمكم. من أنت؟ لا، ما هكذا ينبغي أن ترد أيها الضابط. ثم انقطع الاتصال. حمل الشرطي تلك الورقة وخرج. أغلق الباب، قال لصاحبه ألا يسمح لأي كان بالدخول، ثم مضى إلى السيارة وقد وضع بمحاذاة فمه جهاز الاتصال اللاسلكي. بدا لرئيس المفوضية أن الدكتور جيغار لوبيردري تعرض لعملية اختطاف. في الورقة التي تركت على مكتبه لا توجد أي إشارة إلى الجهة التي تحتجز الطبيب، ولا توجد إشارة إلى مطالب لقاء الإفراج عنه. قام فريق من الشرطة التقنية بمسح المنزل، واستوقف المحققين ما نقله الشرطي الذي رد على الهاتف من أن الذي اتصل قال تأخرتم في الوصول. ظن أحد الباحثين أن الذي اتصل قد يكون عاين وصول الشرطة إلى منزل الطبيب جيغار، وإنه ربما كان بين الذين تجمعوا أمام المنزل أو هو يسكن منزلا قريبا. توصل الباحثون إلى أن الاتصال الهاتفي الذي تم بمنزل الطبيب الفرنسي كان من رقم هاتفي في منزل يقع في زنقة باريس. سريعا أرسلت قوة إلى المكان وتم تطويق المنزل. كان منزل تاجر معروف كثير التنقل بين السنغال وموريتانيا اسمه حميد ليلو. لحظتها لم يكن هناك، ولكن شقيقه مامادو قال إن الذي استعمل الهاتف شخص لا يعرفه اقتحم عليه البيت وأجرى المكالمة. كان معه آخر بيده مدية. قام فريق تقني برفع البصمات التي ارتسمت على الهاتف، ولكنها لم تفض إلى تحديد ظنين ما. ثلاثة أيام بعد ذلك تم الاتصال بمفوضية الشرطة.
قال المتصل إنه هذه المرة سيسمع صوت الدكتور جيرار لوبيردري. بعد ثوان جاء الصوت يقول: أنا الدكتور جيرار لوبيردري، الناس الذين أوجد في ضيافتهم يعاملونني معاملة حسنة، ولكن الأمر قد لا يطول. أرجوكم أبلغوا السفارة الفرنسية، على المسؤولين فيها أن يتجاوبوا مع المطالب، وإلا فإنهم سيتحملون وزر موتي. ثم توقف الصوت وجاء صوت آخر يقول: أظنكم سمعتم، بعد 48 ساعة ستكونون أمام لحظات تحمل مسؤوليتكم في الذي سيأتي. ثم انقطعت المكالمة. كان الرقم الهاتفي الذي يتم الاتصال منه مكشوفا، وقد استطاع تقنيو الشرطة تحديد مكانه. هذه المرة تحركوا بسرعة إلى العنوان الكائن في طريق المقبرة. تم تطويق المنزل وتفتيشه تفتيشا دقيقا، لم يعثر على أحد. وقد لاحظ أحد المحققين غياب كل أثر لوجود شخص ما في المنزل ومنذ فترة. كان ذلك محيرا. ثم عن طريق الصدفة رأى خيطا للهاتف ينطلق من مقبس في الصالون، ثم يخترق الإطار الخشبي لنافذة تطل على حديقة صغيرة خلف الدار. دفع الفضول الباحث إلى اتباع الوجهة التي أخذها الخيط الهاتفي. عبر الخيط الحديقة ومضى إلى منزل يقع بعد الحديقة. جمع الضابط المسؤول عن تلك العملية فريقه، وكانت التعليمات التظاهر بالانسحاب ثم الالتفاف حول المنزل والذهاب إلى حيث مضى الخيط الهاتفي. بعد أقل من ربع ساعة تم تطويق ذاك المنزل دون إثارة كبير انتباه، ثم بسرعة تم اقتحامه. فوجئ من كانوا فيه. ثلاثة سنغاليين اكتشفوا حول مائدة وضعت عليها عدة قنينات من خمر. لم يترك لهم متسع للهروب. وفي غرفة أغلقت بإحكام اكتشف الطبيب جيرار لوبيردري. كانت يداه مكبلتان. فك وثاقه واقتيد الثلاثة إلى مفوضية الشرطة. علم المحققون من الطبيب جيرار أن الذي خطفه هو حميد ليلو، التاجر الذي جاءه ليلا يطلب إسعاف صديق له كان قد أصيب بطلق ناري. قال إن الجريح يوجد في منزل بطريق الكورنيش. سريعا توجه فريق إلى العنوان ومعه الدكتور جيرار. دون ما انتظار تم اقتحام الباب. كان المريض طريح فراش في غرفة في عمق الدار، بينما شوهد شخص آخر كان معه يقفز من النافذة ويسرع إلى سيارة كانت متوقفة غير بعيد. ما أن انطلق حتى تبعته سيارة للشرطة. كان طريق الكورنيش شبه خال من السيارات. مضى الهارب شمالا حتى بلغ المنعطف بمحاذاة القرية التقليدية. لما تجاوزها حاول أن يعالج انعطافا إلى اليسار، فقد التحكم في السيارة وشوهدت وهي تنقلب ثم تتدحرج. توقفت سيارة الشرطة ونزل ثلاثة ضباط مسرعين. لما وصلوا كان السائق يحاول الخروج من السيارة المحطمة. كان التاجر حامد ليلو. جروحه متوسطة الخطورة ولم تحل دون الاستماع إليه. تبين أنه نظم خطف الدكتور جيرار لوبيردري للتدريب على عملية خطف أخرى أكثر خطورة وبتنسيق مع شركاء له خارج السنغال. فجأة سمع طلق ناري. الذين كانوا يجلسون على الرصيف في مقهى في الشارع حيث السوق اليومي لزموري هبوا من أمكنتهم فزعين ومستطلعين. في الجهة التي جاء منها صوت الطلقة سقط رجل بلا حراك على الإسفلت. رجال يركضون نحوه. سريعا تشكلت حلقة حجبتها. من وراء المتكومين حول الشخص الذي سقط ثلاثة من رجال الدرك يهرولون. ثم دوت صافرة سيارة عسكرية، وبعدها حلت بالمكان سيارة إسعاف حملت الرجل الذي أصابته طلقة الرصاص ثم انطلقت. عاد إلى المقهى بعض ممن أسرع مستكشفين. قيل إن الذي أصيب شاب يظن أنه فارق الحياة. لم يكن فيما جاء به من خبر يقين. ثم تفرق الجمع إذ حلت بالمكان قوة عمومية هامة.
وجاء إلى المقهى رجال بالزي المدني يطلبون من الناس بطائق هوياتهم، ذكروهم بسيني العشرية السوداء. من بين الذين طلبت منهم بطاقات هوياتهم شاب دون 25 كان يجلس وحيدا، شوهد وهو يرافق رجال الدرك إلى سيارتهم التي كانت مستوقفة وسط الطريق. تحركت السيارة، تابعتها نظرات صامتة وهي تبتعد. كثيرون فضلوا العودة إلى منازلهم. لم يسمع خبر عن الذي حدث ذلك 7 يونيو من العام 2006، حتى الصحف التي صدرت في اليوم الموالي لم تتطرق إلى الحادث، بينما قيل إن الشاب الذي اقتاده رجال الدرك ينحدر من بومرداس وإنه يشتبه في أنه على صلة بمن أطلق النار. مرت عدة أيام قبل أن يعلم أن الذي قتل يومها كان ضابطا في الشرطة، وعلى مدى عدة أسابيع سعت مصالح الأمن إلى جمع شهادات كانت تأمل في أن توصلها إلى ذاك الذي أطلق النار على الضابط من مسدس من عيار 9 ملمترات، ولكن سعيها لم يثمر. ولاحظ الذين أوكل إليهم البحث أن تصفية ذلك الضابط الشاب القادم من العاصمة قبل أقل من عام لم تخلف أسفا، بل إن كثيرين تحدثوا عن غرور وتسلط كان يسمان سلوكه، وإن شكايات كثيرة بلا تواقيع أرسلت إلى الجهات المسؤولة دون أن تلقى اهتماما فيما يبدو. قال آخرون بصوت بالكاد سمع إن اغتيال ذلك الضابط كان نتيجة طبيعية لإحساس بالحجرة، لم يكن ذلك ليبرر اغتياله. جاءت الاستنتاجات الأولية تؤكد أن مقتل الضابط سمير بولعيد لم يكن من فعل الجماعات المسلحة التي لم يعلن أي منها المسؤولية عن تصفيته. بيّنت التحريات أن ذلك الشاب الذي قبض عليه في سوق زموري لم يكن من أتباع أي من الجماعات المسلحة ولا من المتعاطفين معها، هي أسباب أخرى يتعين على المحققين أن يصلوا إليها وهم يراهنون على صدفة قد تحالفهم. أصاخت مصالح الأمن وأرهفت السمع، فقد يحكي أحدهم عما حدث ذلك 7 يونيو. لم يخب ظن من اختار التريث. طال الترقب والترصد 4 أشهر لما جاء مخبر بما يفيد بأن أحدهم حكى بنبرة فيها الكثير من الافتخار عن مصرع الضابط بولعيد، وأنه ساق معلومات وتفاصيل حول اللحظات التي سبقت وتلك التي أعقبت مقتل الضابط. أكد المخبر أن ذلك تم خلال حفل عقيقة أقيم في منزل قرب مكتب البريد. لم تكن لدى هذا المخبر معلومات كافية حول من يكن الشخص الذي أدلى بتلك المعلومات. كان رب البيت الذي أقام حفل العقيقة شخصا معروفا في زموري، ولم يكن صعبا ولا معقدا التواصل معه. نفى أن يكون سمع أيا ممن حضروا حفل العقيقة يتحدث عن مقتل الضابط بولعيد، وقد أثبتت التحريات التي أجريت حول عدد ممن كانوا حاضرين ليلتها أن ما جاء به المخبر ينزع إلى أن يكون كيديا، وأنه ربما سعى إلى إزعاج الرجل الذي تراه السلطات المحلية في زموري من دعاماتها. ومع ذلك فإن هناك من المسؤولين الأمنيين من استحضر مقولة أن لا دخان بدون نار. قد يكون الذي أولم في تلك الليلة الباردة من أكتوبر شخصا لا تحوم حوله أي شكوك، ولكن ذلك لا يقصي من الحسابات أن يكون ولو عن حسن نية يرتبط بمن أسعدهم اغتيال الضابط الشاب. مرت الشهور ولم يعد في الشارع حديث عن عملية الاغتيال التي كان سوق زموري مسرحا لها. ليلة 3 إلى 4 مارس من العام 2007 كانت دورية للدرك تجوب محيط الميناء بزموري البحري. الساعة تقترب من 1 صباحا، وقد لفت انتباه رجال الدورية شخص يمشي وحيدا. استوقفته، توقف، نزل من السيارة دركي واقترب منه وهو يطالبه بوثائق هويته. أدخل يده في جيبه، ظنه الدركي سيخرج البطاقة، ولكنه أخرج مسدسا وصوب طلقة إلى صدر الدركي وركض هاربا. نزل زميلاه، كان الدركي الواقع على الأرض ينزف، وبينما اتصل من كان قائدا للدورية بالمركز لاحق الآخر ذلك الشاب الهارب.
صوب إليه عدة طلقات ولكنه اختفى. لن يغامر بملاحقته أبعد من ذلك. عاد إلى زميليه. الذي تعرض لإطلاق النار لا يزال حياً. جاءت سيارة إسعاف وشاحنة للدرك، تم تطويق المكان. حضرت فرقة متخصصة في المسح. في المستشفى تبين سريعاً أن الرصاصتين اللتين اخترقتا صدر ذلك الدركي كانتا من عيار 9 مليمترات. لاحقاً ستبين الخبرة أنهما أطلقتا من المسدس نفسه الذي استعمل في اغتيال ذلك الضابط في سوق زموري في 7 يونيو من العام 2006. في الصباح تم مسح شامل لزموري البحرية. هذه المرة تم تجميع شهادات مكنت من رسم الطريق التي سلكها الهارب. يبدو أنه عاد إلى زموري. قال رجل يعمل في الميناء إنه كان ذاهباً إلى عمله وإنه سمع الطلقات النارية. قال أيضا إنه لما كان قريبا من الميناء رأى رجلا يركض نحو الشاطئ، وأنه فيما يبدو أخذ وجهة دور على الساحل. كان فيما قاله الرجل ما يدفع إلى القيام بعملية مسح لكل تلك المباني التي لا يستغل أغلبها إلا صيفا. في بعض من تلك المنازل التي تعود إلى أناس من خارج زموري حراس، فكر المشرف على التحريات في اجتناب كل عملية مداهمة لتلك المنطقة والاعتماد أساساً على العمل الاستخباراتي. وكذلك جيء برجل من الاستعلامات كلف بحراسة منزل لم يكن يتولى حراسته أحد. كان يتقن التسلل إلى كل الأوساط التي كانت المصالح الأمنية ترغب في اختراقها. بعد أقل من أسبوعين كان قد استطاع أن يتواصل مع أغلب الحراس، وقد جلبهم إليه بإتقانه الطبخ وإعداد الشاي. لاحظ رجل الاستعلامات أن أحد الحراس الذي يقيم في منزل غير بعيد يتحاشى الاختلاط بباقي الحراس. كان شاباً تنطبق عليه إلى حد كبير الأوصاف التي قدمها رجال الدرك الذين أطلق النار على أحدهم. ولعله أحس بأن عدم اختلاطه بباقي الحراس يجعله محل تساؤل، قرر الاقتراب وإن بخطى محتشمة من الجماعة. جاء ذات مساء بينما كان الحراس متحلقين حول موقد نار أعده رجل الاستعلامات الذي يتقمص دور الحارس. مرت من هناك دورية للدرك. لما تجاوزت الجمع تعمد رجل الاستعلامات التفوه بكلمات تبين عن نقمة. ضحك المتحلقون حول موقد النار، وضحك معهم ذاك الذي التحق بالمجموعة حديثا. مضى رجل الاستعلامات يروي حكايات كلها معاناة مع رجال الدرك. لاحظ وهو يحكي أن ذلك الحارس الشاب يتابع باهتمام. لما سكت رجل الاستعلامات تحدث رجلان عن حوادث اصطدموا فيها برجال الشرطة أو برجال الدرك. في تلك الليلة لم ينطق الشاب الذي قال إن اسمه عبد العزيز، بما يثبت أن وراء صمته وعزلته سرا كامنا. ما كان يسعى إليه رجل الاستعلامات أن يتمكن ذات يوم قريب من أن يدخل السكن الذي يحرسه عبد العزيز، أو أن يكتسب ثقته كما اكتسب ثقة الآخرين فيفضي إليه بسر يظنه يحتفظ به لنفسه. الآخرون لا تبدو لديهم أسرار تهم مصالح الأمن. استطاع رجل الاستخبارات أن يعلم من عبد العزيز أنه ينحدر من بومرداس، وأنه فارق عائلته منذ عام أو أكثر بعد أن عرضوا زواجه من تلك التي أحب. ثم اكتشف أن الشاب يعشق النبيذ. رأى أن ذاك هو مفتاح الأسرار التي قد يكون يحفظها عميقا في قرارة نفسه. مرت بضعة أيام فدعاه إلى مشاركته قنينة نبيذ أوهمه بأن صاحب المنزل الذي يتولى حراسته جاء بها. أضاف أنه جاء بها من فرنسا وأن النبيذ من النوع الجيد. لم يستطع عبد العزيز المقاومة. في تلك الليلة أعد رجل الاستعلامات عشاء خاصا، ثم جاء بقنينتي خمر ووضعهما على الطاولة. نظر إلى عبد العزيز فرآه يبتسم، صب له كأسا، ومع التقدم في الأكل صب له كؤوسا أخرى. ثم بدأ يستفزه بكلام عن رجال الأمن،
كان السكر يدب إليه، وما لبث أن انطلق يحكي عن اعتقاله ذات مرة في بومرداس بلا سبب، وبأنه في مفوضية الشرطة تعرض للضرب والإهانة، كاد يبكي وهو يحكي، ثم أنهى كلامه مخاطبا رجل الاستعلامات: لم أنس ذلك الضابط الذي أهانني، قتلته. قالها وضحك، ثم واصل: لم يستطيع الوصول إلي. قبل أن يكمل كلامه صب له مزيدا من الخمر. قال: مؤخرا بينما كنت قادما إلى منزلي هناك اعترضني رجال الدرك، أعرف أنهم كانوا يريدون الإمساك بي، ولكنني تفلت منهم وأطلقت النار على أحدهم، قد يكون مات هو الآخر. أيقن رجل الاستعلامات أن خطته نجحت. في الغد قدم تقريره لرؤسائه، كان تقريرا مفصلا. وقبل حلول الليل جاءت سيارة مموهة بها 5 من المصالح الأمنية بلا مقدمات، اقتحموا المنزل الذي يسكنه عبد العزيز. كانوا يتوقعون أن يطلق النار، ولكنهم لم يواجهوا شيئا من ذلك. وجدوه في غرفته، لما اقتربوا منه بدا لهم جثة هامدة. لاحقا سترد نتائج التشريح وفاته إلى إفراطه في شرب الخمر لما كان في ضيافة من استنطقه من حيث لا يدري. في زقاق ضيق يتفرع عن زنقة غرناطة في مدينة المضيق، في منزل من طابق أرضي ونصف طابق علوي، استقرت منذ أزيد من عقدين أسرة المصلوحي التي تتكون من الأب عبد الله والأم فاطنة وثلاثة أبناء وبنت واحدة. يعمل عبد الله طباخا في مطعم شعبي، بينما تتولى زوجته شؤون البيت. الابن الأكبر الذي كان في العام 2000 يبلغ من العمر 22 عاما، تعلم حرفة النجارة وانتقل للعمل في تطوان. يأتي لزيارة العائلة نهاية كل أسبوع بعد أن يقبض أجرته التي يدفع جزءا منها لوالدته التي وعدته بادخار ما يدفعه لتزويجه من بنت الجيران. كان هذا الشاب واسمه عبد الكبير من طينة أولئك الشباب المسالمين الذين يجتنبون كل ما قد يجرهم إلى الاصطدام مع الآخرين. أحيانا كان يفهم طبعه ذاك بأنه عنوان على سلبيته. شقيقه الأصغر عبد الحميد الذي تابع دراسته حتى السنة 9 التحق بورشة ميكانيكي في المضيق، ولا تفتأ أمه تشكو ما تعانيه بسبب ملابسه المتسخة بزيوت المحركات ومن أصابعه التي كانت تقول إن أقوى منتوج لماء جافيل لن يزيل ما علق بها من الأوساخ. عبد الحميد هو الآخر، كان يساهم بنصيب من أجره الأسبوعي في نفقات الأسرة. سعيد أصغر الذكور كان يبدي رغبة واضحة في مواصلة الدراسة، هو الآن في القسم السادس. أما خاتمة العقد في أسرة عبد الله المصلوحي فهي البنت الوحيدة التي اختارت لها أمها من الأسماء جنان، كانت تشبهها كثيرا. في العام 2000 كانت جنان في القسم الرابع، وكثيرا ما كان المارون بالزقاق يسمعونها تردد بصوت مرتفع صورا من القرآن الكريم وبعض الأناشيد وقطعا كاملة من المطالعة، وأحيانا نصوصا بالفرنسية. حياة بسيطة ولكنها تنزع إلى السعادة تلك التي تعيشها عائلة المصلوحي. كذلك ظلت حتى ذلك الأحد 5 أكتوبر من العام 2000. لم يأتي عبد الكبير إلى المضيق، كان قد اعتاد القدوم مساء كل سبت، ولكنه لم يأتي، ولم يكن هناك فيما يبدو ما يبرر غيابه ذاك. يبدو عبد الله أكثر هدوءا، بينما كانت زوجته فاطنة تبدو متوترة. وقد هم عبد الله بالذهاب إلى تطوان ليستجلي السبب الذي منع عبد الكبير من القدوم، ولكنها أثنته ونصحته بالذهاب صباح الاثنين إذ ستكون مفتوحة الورشة التي يعمل بها. نام كل من في البيت تلك الليلة إلا فاطنة التي ظلت تتخيل ما قد يكون حدث. في كل مرة كانت تدعو الله أن يكون الأمر خيرا. تناول عبد الله برفقة أبنائه وزوجته وجبة الفطور، ولما انصرف الأولاد إلى مدارسهم ودع فاطنة ومضى إلى تطوان.
هو يعرف معمل النجارة الخشبية حيث يشتغل عبد الكبير. محطة سيارات الأجرة الكبيرة التي تأتي من المضيق لا تبعد كثيرا عن المكان. رحب به رب المعمل، ولما سأله عن ابنه قال إنه لم يستأنف عمله منذ الأسبوع الذي مضى. أضاف الرجل الذي كان يرتدي وزرة زرقاء ويضع على أذنه قلم مداد جاف أنه بعث في طلبه من يعرفون سكنه، ولكنهم لم يتلقوا جوابا بعد أن طرقوا الباب مرات متتالية. لكم أن تتصوروا ما أحس به الرجل. تداخلت المشاهد في مخيلته وأحس بما يشبه الدوار. جاء رب معمل النجارة بكوب ماء وأجلسه كرسيا قديما. لما أحس بأنه استرجع بعضا من قوته استأذن رب المعمل أن يبعث معه بمن يدله على سكن ولده. من عمق المصنع يأتي صوت احتكاك المنشار الكهربائي بالألواح الخشبية. نظر صاحب المعمل جهة المنشار، لم ينادي أحدا، ولكنه ترصد أن يرفع أحدهم بصره إليه، ولما حدث لوح بيده إلى الذي نظر إليه وبإشارة تغني عن الكلام طلب منه أن يبعث له بالذي يمسك اللوح الخشبي. ما هي إلا ثوان حتى جاء الشاب الذي حمل شعر رأسه ما يكفي من غبار الخشب ليغطي لونه. لاحظ عبد الله أن كفه اليمنى ينقصها الخنصر، بينما لم يبق من السبابة إلا نصفها. قال له رب المعمل أن يدله على سكن عبد الكبير. حرك رأسه موافقا ولم ينطق كلمة. نظر إلى عبد الله، ابتسم وتقدم. خرج من المعمل وشيئا فشيئا لم يعودا يسمعان صوت المنشار الكهربائي. كانت وجهتهما حي المصلى. في زنقة مراكش في منزل تشي واجهته بقدمه صعد سلمين مظلمين، ولما وصل السطح فتح الباب فظهرت غرفتان لهما بابان حديديان صبغا بلون رمادي. تقدم الشاب إلى الباب التي على اليمين، طرقها بقوة مرات متتالية. لم يأتي أي رد من الداخل، وقد أيقن أن لا نفس في تلك الغرفة. لما كان يهمان بالمغادرة قال الشاب إن عبد الكبير لم يكن يسكن تلك الغرفة بمفرده، بل كان يتقاسمها مع شاب آخر من مارتيل اسمه عبد العزيز. قبل أن يسأله عبد الله قال الشاب إن عبد العزيز هذا يعمل في مخبزة وسط المدينة. اقترح على عبد الله أن يعرج عليه فقد يكون معه خبر عن عبد الكبير. كانت مخبزة أنيقة لها طابق تحت أرضي وضعت به الأفران وآلات العجن وكل المعدات التي تستعمل في الخبز وصناعة الحلويات. نادت الفتاة التي صبغت شعرها بالأصفر والتي تتولى التحصيل، نادت على المعلم أحمد. بعدما يقرب من 10 دقائق أطل رجل قد يكون بنفس عمر عبد الله، على رأسه طاقية استطالت على أم رأسه، ويرتدي وزرة بيضاء التصقت بأكثر من مكان منها قطع من العجين، الأقدم منها نزع لونها إلى الأصفر. تحت أنفه الذي ينزع إلى الطول شارب قص بعناية وامتد دقيقا فوق شفته. نظر الرجل إلى عبد الله وفاجأه الذي يرافقه بأن سأله عن عبد العزيز. عبد العزيز من؟ ود لفقيه. ابتسم الرجل وازداد شاربه الدقيق تمددا. نظر إلى عبد الله، هل هو ولدك؟ لا يا سيدي، ولكنه كان يتقاسم السكن مع ابني. نعم كان يحدثني عنه أحيانا، اسمه عبد الكبير أليس كذلك؟ هو كذلك. عبد العزيز وعبد الكبير سافر معا إلى إسبانيا، تسللا إلى سبتة ومنها إلى إسبانيا. أنهى الرجل كلامه بابتسامة جديدة، وقد استغرب عبد الله أن يسافر ولده دون أن يخبر أحدا من الأسرة، يتساءل عن الوسيلة التي ستقوده إلى عبد الكبير أو إلى خبر يطمئنه. كان أكثر ما يؤلمه أنه سيعود إلى زوجته فاطنة بلا خبر يقين عن ابنهما. ودع شاكرا ذاك الشاب الذي رافقه من معمل النجارة. كانت الساعة تقترب من 1 ظهرا حين دخل منزله في المضيق. أقبلت عليه فاطمة
لم تكن مقطبة الجبين كما تركها في الصباح، لم تنتظر أن يقتعد مكانه المعتاد. قالت: عبد كبير في إسبانيا. ومن قال لك؟ لقد ذهب عند أخي محمد في برشلونة، أبلغتني بذلك أمي، فقد اتصل بها محمد قبل يومين وأبلغها بذلك. تمازج في أعماق عبد الله شعور بالفرحة لأن مآل ابنه لم يعد مجهولا، وبالخوف لأن وجود عبد الكبير في إسبانيا بصفة غير قانونية سيخلق له متاعب هناك، سيكون مآله الترحيل، وحين يصل سيتابع قضائيا. مرت عدة أسابيع، كان المصدر الوحيد لأخبار عبد الكبير جدته لأمه التي كانت تتلقى مكالمات هاتفية من ولدها محمد الذي يؤويه. ثم عصر 20 من دجنبر طرقت باب منزل عائلة المصلوح امرأة برفقتها فتاة تبدو دون 20. لما فتحت فاطمة وقعت على المرأة والفتاة، ابتسمت لهما تنتظر أن تقولا فيما جاءتا فيه. سكتت الفتاة وتكلمت المرأة التي قالت إنها أمها. قالت لفاطمة إنها جاءت تبحث عن تسوية سلمية وحبية. بهرت فاطمة إذ أبلغتها المرأة بأن عبد الكبير غرر بابنتها، ولما حدث الذي حدث اختفى. حسبت أن في الأمر خطأ، ولكن المرأة أكدت أنها تقصد عبد الكبير ولدها الذي يعمل في النجارة بتطوان. بدت تتوفر على معلومات محددة، وقد رأى عبد الله والده أنه إذا ما صح ما تدعيه المرأة فإنه سيكون سبب مغامرة عبد الكبير بالتسلل إلى إسبانيا. مرت بضعة أيام ثم جاءت تلك المرأة إلى منزل المصلوح. قالت لفاطمة إن ابنتها تتوفر على صورة لعبد الكبير أهداها إليها، ثم أخرجت الصورة من حقيبتها اليدوية. نظرت إليها فاطمة وقالت: هذا الذي في الصورة ليس ولدي عبد الكبير. نكرانكم لن يفيد في شيء، ردت المرأة ثم انصرفت. بعد عامين كانت عائلة المصلوح تنتظر عودة ابنها عبد الكبير الذي كان قد تمكن من تسوية وضعيته القانونية في إسبانيا، حيث اشتغل في مقاولة للبناء. في باب سبتة تم اعتقاله، ظن والده أنه اعتقل بتهمة الهجرة غير الشرعية، ولكنه ما لبث أن اكتشف أنه فضلا عن الهجرة السرية اعتقل بناء على شكوى تقدمت بها لدى النيابة العامة تلك المرأة التي جاءت من تطوان تسأل عنه وتتهمه بالتغرير بابنتها. كان عبد الكبير ينكر معرفته بتلك الفتاة أو بأمها. لما استدعيت للتعرف عليه قالت إنه ليس الشخص الذي تعنيه، ثم أحضرت صورة ذاك الذي تريد مقاضاته. ما أن نظر إليها عبد الكبير حتى عرفه، قال إنه كان يسكن غرفة ملاصقة للغرفة التي كان يكتريها في حي المصلى. سيعلم لاحقا أن ذاك الشاب هو من سرق منه بطاقة تعريفه الوطنية وانتحل هويته وقام بعمليات نصب، وقد اعترف بذلك حين أمسك به. خلال العام 2007 سجلت سلسلة من الاعتداءات تعرض لها مسافرون على القطارات المتوجهة من الرباط إلى وجدة وتلك التي تنطلق من الدار البيضاء إلى مراكش. تشابهت سيناريوهات تلك الاعتداءات التي ارتكبت بين شهري مارس وشتنبر. كان الضحايا يتعرضون لعملية تخدير ثم يسلبون ما بحوزتهم من مال أو أشياء ثمينة. في المجموع تم تسجيل 20 شكاية، وصار الأمر مصدر قلق كبير إن بالنسبة للمسافرين على متن تلك القطارات أو بالنسبة لمصالح الأمن. كان آخر ما تم تسجيله شكاية من رجل كاد يفقد حياته بفعل المخدر الذي استعمله اللص. وفدت على المديرية العامة للأمن الوطني تقارير في هذا الشأن من وجدة وتازة ومن فاس والخميسات ومن سطات ومراكش. كان القسم المشترك لتلك التقارير أن الفاعل المفترض شاب في 30 من العمر، أسمر البشرة، طويل القامة، أنيق الملبس، ويتقن الحديث باللغتين العربية والفرنسية. كل الضحايا قالوا إن أناقة مظهره ولباقة حديثه لا يتركان منفذا للشك في أنه مجرم. عنصر آخر
كل الضحايا كانوا من ركاب الدرجة الأولى، وكلهم صادفوه بينما كانوا وحيدين في إحدى المقصورات. مؤلم ما تعرض له الضحايا، لا أحد يستطيع تجاهل الآثار النفسية فضلا عن البدنية التي أصابتهم. وبالنسبة للخبير في قضايا الإجرام، فإن الذي حدث على متن رحلات القطار تلك الطويلة أو المتوسطة يعتبر أحد تمظهرات تطور الفعل الإجرامي الذي يقتضي تطوير وسائل التصدي له ومحاربته. في كل الاعتداءات يفاجأ الضحايا بدخول الشاب الأنيق المقصورة متلطفا، يستأذن ولا تفارق محياه الابتسامة، ثم يجلس في الكرسي المقابل لضحيته، يتريث بضع دقائق، ثم يخرج من حقيبته الأنيقة ملفا ما يلبث أن ينكب عليه. من حين لآخر كانت تعلو وجهه تعابير تنم عن استياء ما، ثم يتلفظ بعبارات فرنسية في الغالب تنم عن غضب، وفجأة يرفع نظره إلى الجالس في الكرسي المقابل، يعتذر، ثم ينخرط في تبرير انفعاله غير المقصود بكون موظفي شركته كثيرا ما لا ينفذون تعليماته بأمانة. يتنفس نفسا عميقا، يأخذ الملف ثم يعيده إلى الحقيبة، وفجأة يخرج قنينة بها عصير وكوبا بلاستيكيا، يملأه ثم يشربه دفعة واحدة، يبدي انتعاشه، ثم يتظاهر بأنه أساء التصرف إذ لم يتقاسم شرابه مع شريكه في المقصورة، يبادر إلى إخراج كوب جديد من حقيبته، يملأه بالمشروب ويقدمه إلى الذي في الكرسي المقابل. الذي يحدث وفق ما استخلص من الروايات المختلفة أن الضحية يفقد الوعي وينام نوما عميقا، ولما يستيقظ بعد ساعتين على الأقل يكتشف أن شريكه في المقصورة قد اختفى بعد أن سلبه ما كان معه من مال وأشياء ثمينة. تولى العميد محمد المغروس دراسة الملفات الخاصة بكل الاعتداءات، يساعده في ذلك فريق المتخصص، وقد خلص إلى أن الفاعل في كل تلك الاعتداءات شخص واحد، إذ تطابقت الأوصاف التي قدمها الضحايا بشأنه، وأن الاعتداءات وقعت على متن عربات الدرجة الأولى، وأن الضحايا كانوا وحيدين في إحدى المقصورات، وأن الاعتداءات وقعت على متن القطارات السريعة التي لا تتوقف في المدن الصغيرة، وأن أي اعتداء من قبيل ما ورد لم يسجل على رحلات المسافات القصيرة بين الرباط والدار البيضاء مثلا. ثم ضمن الخلاصات أيضا أن أغلب الاعتداءات وقعت على متن القطارات التي تنطلق من الرباط إلى وجدة، ربع الاعتداءات فقط وقع على متن القطارات المتجهة من الدار البيضاء إلى مراكش. تلك هي الاستنتاجات الأولية التي خرج بها العميد محمد المغروس وفريقه. إلى كل ذلك تضاف خلاصات التحاليل المخبرية التي خضع لها الضحايا، والتي أكدت أنهم تناولوا مشروبا ممزوجا بمادة تسبب النوم العميق لأكثر من ساعتين، وأنها قد تؤدي إلى وفاة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب. تأسيسا على تلك الخلاصات تم وضع خطة محكمة للإيقاع بالمجرم، شارك في إعدادها رؤساء المصالح الولائية والإقليمية للشرطة القضائية في المدن التي تمر منها القطارات التي وقعت على متنها تلك الاعتداءات. كانت الخطة تعتمد على لعب بعض عناصر الشرطة من مفتشين ومفتشات أدوار الضحايا المحتملين، وبتنسيق مع إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية تم تخصيص مقصورتين في كل خط من الخطين الرابطين بين الدار البيضاء ومراكش وبين الرباط ووجدة لتنفيذ الخطة. كانت التعليمات التي تلقاها المفتشون والمفتشات واضحة، أن يتفادوا شرب ما قد يقدم إليهم، وأن يرفضوا بلباقة حتى لا يثيروا الانتباه. الأوصاف التي قدمها الضحايا مكنت من رسم صورة روبوتية للمشبوه فيه، وقد أعطيت كل واحد من المشاركين في تنفيذ الخطة نسخة منها، كان المطلوب الإطباق عليه متلبسا ومعه ما يثبت تورطه. على مدى أسبوع سافر مفتشون ومفتشات على متن القطارات المتجهة إلى مراكش وتلك التي كانت وجهتها وجدة، ولم يتم تسجيل أي نتيجة تذكر، وحسب بعض المشرفين على تنفيذ الخطة أن المجرم غير مجالات تحركه،
ولكن التعليمات الصارمة التي أصدرها المدير العام للأمن الوطني لم تكن تترك مجالا لأي نقاش. يجب الوصول إلى الهدف. بعد أسبوعين من بداية تنفيذ الخطة، كانت المفتشة خديجة شلال على متن القطار المتوجه من فاس إلى وجدة. كانت وحيدة في مقصورة بعربة الدرجة الأولى. بعد دقائق من مغادرة القطار محطة فاس، وقف بباب المقصورة شاب أنيق الملبس طويل القامة. كانت تنطبق عليه كل الأوصاف التي أدلى بها الضحايا. استأذن بالجلوس، لم تبدي أي اعتراض، ولما جلس في الكرسي المقابل لها انتابها بعض الخوف، ثم ما لبثت أن تماسكت إذ تذكرت أنها ليست وحيدة، ففي المقصورة المجاورة رجال على أهبة التدخل، ثم إن لديها من المؤهلات ما يمكنها من الدفاع عن نفسها. وما أن اطمأن الرجل في جلوسه حتى أخرج من حقيبته ملفا سميكا، كانت المفتشة خديجة تراقب تحركه دون أن تثير انتباهه، فقد بدأ في تنفيذ سيناريو عمليته. كانت تتوقع الذي سيأتي. بدأ يهمهم وهو يقلب صفحات في ذلك الملف، ثم نظر إليها واعتذر بأن موظفي شركته لا يقومون بالمطلوب منهم على الوجه الأكمل. أعاد الملف إلى الحقيبة الأنيقة، ثم أخرج كوبا بلاستيكيا وملأه بمشروب من قنينة أخرجها من الحقيبة. شرب ما بالكوب دفعة واحدة. تعمدت المفتشة خديجة النظر إليه وهو يشرب. كان الغرض أن يفهم أنها تود لو تقاسم معها المشروب. بالنسبة إليه كانت تلك علامة على أن الضحية صارت جاهزة. أخرج كوبا بلاستيكيا أصفر هذه المرة، ثم أخرج القنينة من المحفظة وملأه وقدمه إلى شريكته في المقصورة. تناولته منه شاكرة ووضعته على الطاولة التي سحبتها من جانب المقعد. كان ينظر إليها مبتسما. فتحت حقيبتها اليدوية وتظاهرت بأنها تبحث عن شيء ما. نبهها إلى أن القطار يسير بسرعة وأن الكوب قد ينقلب. ردت بأنها تبحث عن دواء عليها أن تتناوله في أوقات محددة وأن الوقت لم يحن بعد. فتح حقيبته من جديد وأخرج ملفا آخر، تصفحه، ثم بدا وكأنه يكتب شيئا ما. كان من حين إلى آخر يسترق النظر إليها. بعد ربع ساعة نفذ صبره، نهض وأخذ الكأس وناولها إياه. صدته وقالت له إن إلحاحه عليها مبالغ فيه ويدفع إلى الشك. ضحكت وطلبت منه أن يشرب منه أولا حتى يبدد شكوكها. لم يكن يتوقع ردة الفعل تلك. سكت وأعاد ما في الكأس إلى القنينة. بعد لحظات تصنعت الاعتذار له. قالت له إن المسافة طويلة حتى وجدة وإنها سوف تطلب منه العصير لاحقا. كانت المفتشة خديجة شلال قد بعثت بإشارة إلى زملائها على متن القطار بأن الهدف معها في المقصورة. لما تظاهرت بالبحث عن شيء ما في حقيبتها اليدوية ضغطت على زر اللاسلكي مرة واحدة. كانت الخطة تقتضي أن تضغط مرتين إن هم الهدف بالانصراف. بعد الرد الذي قابلته به خديجة بدا وقد صوره شك في نجاح ما كان يهم به. جمع ملفه وأقفل حقيبته وأراد الخروج. كانت المفتشة قد بعثت بالإشارة الثانية. وما أن وقف وفتح باب المقصورة حتى وجد اثنين من المفتشين في انتظاره. أعيد إلى داخل المقصورة، صفد وفتش. كانت في حقيبته قنينة المشروب. أخذت المفتشة الملف الذي كان يقلبه في يده، وجدته يحتوي على قصاصات من الجرائد. كان قد كتب مرات عديدة عبارة ستسقطين في الفخ أيتها الجميلة. ضحكت المفتشة خديجة وقالت له ألا ترى أنك سقطت في فخك؟ تبين أن الأمر يتعلق بالمدعو المختار عجوب المنحدر من مراكش. أنزل في محطة جرسيف ثم نقل إلى الدار البيضاء. تعرف عليه عدد من ضحاياه، وأكدت التحليلات المخبرية أن ما كان يمزج به المشروب الذي يناوله ضحاياه مادة مخدرة شديدة المفعول. كان ما ضبط بحوزته من أدلة كافيا لحمله على الاعتراف بتفصيل بكل ما اقترفه من جرائم،
أحيل على النيابة العامة بتهمة السرقة وإعطاء مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا. اعتادت خديجة بن عباس أن تلقي نظرة على بريدها الإلكتروني كل مساء بعد أن تكون فرغت من مراجعة دروسها، لم تكن لتسمح لنفسها بأدنى تراخ أو تهاون. تذكر أن صديقاتها كن تسخرن منها حين تأتي على ذكر لعلاقتها بالعالم الرقمي والافتراضي، تعجبن ولا تخفين عجبهن منها حين تقول لهن إنها لا تتوفر على حساب على الفيسبوك ولا تتفقد بريدها الإلكتروني إلا في المساء، فيكون آخر ما تقوم به قبل أن تخلد إلى النوم. لم تكن قد أعطت بريدها الإلكتروني إلا لقلة قليلة من زميلاتها وزملائها. في تلك السنة، نحن في العام 10 و2000، كانت تستعد لاجتياز امتحان البكالوريا. عرفت خديجة التي كانت آخر العنقود كما يقال في أسرة تتكون من الأب والأم وولدين وبنتين بطبعها الهادئ وبإقبالها على التحصيل، وكانت النتائج التي تحرزها تجعل منها تلميذة متميزة. فمع أنها تدرس في شعبة العلوم التجريبية، كانت تحصل على نتائج مبهرة في المواد المصنفة أدبية والتي عادة ما يتعامل معها الطلبة بتراخ وبقدر من التهاون لا يخفى. مساء 14 من أبريل ككل مساء تفقدت خديجة بريدها الإلكتروني. أحيانا تتلقى من زملاء وزميلات رسائل مفيدة، هي معلومات حول دروس أو مراجع أو ما قد يمثل إضافة إلى ما تتلقاه في الثانوية. ذاك المساء، وقد حدث ذلك للمرة الأولى، تلقت رسالة من شخص أطلق على نفسه اسم عاشق الليل. كانت رسالة مطولة إلى حد ما، قال فيها إنه أمضى وقتا طويلا يراقبها ويتتبع خطواتها، وإنه يزداد في كل مرة تعلقا بها وحبا. أثنى على أخلاقها وجمالها واجتهادها وذكائها، لم ينس شيئا. كانت وحيدة في الغرفة التي تتقاسمها مع شقيقتها التي تكبرها ببضع سنين والتي كانت قد انتقلت إلى فرنسا لمتابعة الدراسة. ابتسمت، لم يكن في مقدورها أن تتكهن بمن بعث بتلك الرسالة. قدرت أن يكون أحد زملائها، إذ لا أحد سواهم له عنوان بريدها الإلكتروني. جميلة الكلمات التي تضمنتها الرسالة، فيها من العبارات ما يجعل القلب يهتز. ستحكي لاحقا لإحدى زميلاتها دون أن تقول لها عن تلك الرسالة التي توصلت بها من ذاك الذي تسمى عاشق الليل، أنها حلمت ليلتها أنها تحلق بجناحين، وأن شابا له من الحسن والجمال ما لا يستطيع أن يصفه لسان جاء يحلق بجانبها. قالت إنها رأت أنهما كانا معا في موكب من طيور لم تر مثلها قبل. عجائبيا العالم الذي وصفته لزميلتها، تلك التي تعدها الأقرب إليها. انطلق في محاولات لتأويل وتفسير ذلك الحلم العجيب، وكان أول ما قالته صديقتها أن مثل تلك الأحلام عادة ما تعني عريسا في الطريق. ضحكتا، بدأ أن التفسير أعجب خديجة، ولعله أصاب في نفسها أملا تصبو إليها. في كل الحالات لم ترد خديجة على تلك الرسالة التي وقعها عاشق الليل ذاك. قالت إن الأولى أن تركز على دروسها وتحضر جيدا للامتحان الذي يقترب. بعد أسبوع أو نحو أسبوع، وجدت في بريدها الإلكتروني رسالة جديدة من عاشق الليل. كرر فيها أنه كلما رآها في الشارع كلما ازداد حبه لها. أحست البنت بأنها مراقبة من مجهول. منذ إذن صارت كثيرة التلفت حين تمشي في الشارع، تظن أن من يترصدها واحد من تلك الوجوه التي تصادفها في الشارع وهي في طريقها إلى الثانوية. صارت تحس بضغط لم تعهده من قبل، وصارت على غير عادتها تطل مرتين ثم ثلاثا ثم أكثر على بريدها الإلكتروني. موعد الامتحان يقترب، تأثرت قدرتها على التركيز. غاب عاشق الليل عدة أيام، ثم جاءت رسالته الثالثة. صار يخاطبها بحبيبتي، وصار يعتمد أسلوبا لا مواربة فيه، ثم دعاها إلى لقاء للتعارف. كانت تلك مرحلة
رأت أن تبلغ فيها والدتها بتلك الرسائل. أطلعتها عليها، لم تخفي الأم قلقها. يبدو أن الذي يبعث بتلك الرسائل يراقبها عن كثب. فكرت في إخبار زوجها، ثم مالت إلى التريث، ولكنها في الآن نفسه صارت تلازم ابنتها وتخفف عنها من ذلك الضغط الذي أحسته بعد أن تكرر تلقيها لتلك الرسائل. في أواخر أبريل في 27 منها تحديداً، كانت خديجة بن عباس برفقة والدتها في الطريق إلى قيسارية تقع في شارع الحسن الثاني بوسط تازة، وقد لفت انتباه الأم رجل قدرت أن يكون في الأربعين من العمر يتبع خطواتهما. غيرت الوجه بشكل لم تجد له خديجة تفسيراً، ثم دخلت القيسارية. ظنت الأم أنه مضى إلى حال سبيله، وبينما كانت تقفان عند حانوت بزاز رأته في باب دكان مقابل. أخافتها نظراته، لما انتبه إلى أنها رأته تظاهر بأنه يشتري ثوباً من ذلك الدكان، وما لبث أن اختفى. كتمت الأم ما رأت، ثم غادرت القيسارية دون أن تشتري شيئاً. بعد يومين تجاهلت خديجة نصائح أمها ومضت تتفقد بريدها الإلكتروني. في رسالته الرابعة بدا عاشق الليل أكثر تفصيلاً، قال إنه تتبعها لما ذهبت برفقة أمها إلى القيسارية. أكثر من ذلك ضمن رسالته وصفاً دقيقاً لملابسها. أحست بالندم. الأيام الماضية ومؤازرة والدتها كادت تنسيها موضوع عاشق الليل ذاك الذي يبدو شخصاً غير سوي. ولأنها صارت خائفة فقد أبلغت والدتها فوراً بالرسالة الجديدة. لما قرأت أم خديجة تلك الرسالة صار ما كان لديها شكاً مجرد شك أقرب إلى اليقين. الرجل الذي رأته في القيسارية هناك في شارع الحسن الثاني تذكر لباسه لم يكن يبدو من المحرومين، بل إن من يصادفه على الرصيف لن يثير لديه ريبة ولا خوفا. قررت المرأة أن تخبر زوجها. كان السفارس كذلك يناديه معارفه وجيرانه رجلا استفاد من المغادرة الطوعية. كان أستاذا لمادة الرياضيات، لم ينقطع عن التدريس إذ صار يعطي دروساً في تلك المادة الثمينة في الثانويات الخصوصية، كما كان يعطي دروساً للتقوية في منازل بعض الموسرين، وقد مكنه ذلك من شبكة من العلاقات واسعة ومتنوعة. وكان من بين من كان يقدم لهم دروساً في الرياضيات في البيت ابن مسؤول كبير في الجهاز القضائي بتازة. اختارت أم خديجة بدقة التوقيت الذي ستفاتح فيه زوجها في قضية الرسائل التي تتوصل بها ابنتهما خديجة في بريدها الإلكتروني. وعلى عكس ما توقعته لم يبدي الرجل انفعالا كبيرا، ولكنه ما أن تسلم تلك الرسائل التي طبعتها خديجة على الورق حتى تبدلت ردة فعله. التفاصيل التي يقدمها ذاك المجهول تعني أنه يترصد خديجة. سأل فارس زوجته إن كانت الفتاة قد تعرضت لمعاكسة من شخص ما، ردت بأن لا علم لها بذلك إن كان حدث. أخذ الرجل تلك الرسائل ودخل مكتبه وأغلق الباب. كذلك كان يفعل كلما كان لديه أمر يتطلب تفكيرا عميقا. قرأ السفارس الرسائل واحدة واحدة، كان يتوقف عند التفاصيل التي يريدها من ألقى بها في البريد الإلكتروني لخديجة، وقد وجد فيها من الدقة ما يؤكد أنه يتبعها كلما غادرت المنزل إلى الثانوية أو لقضاء مآرب لها. الرسالة الأخيرة أكدت أنه كان يتبع خطواتها حتى حين تكون مع أفراد من عائلتها. ليلتها خرج السفارس من مكتبه في ساعة متأخرة من الليل. لم تجرؤ زوجته على سؤاله، كان مقطب الجبين. في الصباح مضى إلى صديق له مسؤول في الجهاز القضائي يستشيره. لم يكن في تلك الرسائل ما يكشف هوية ذاك الذي يوقعها بعاشق الليل. دعا فارس ابنته إلى مكتبه. كانت المرة الأولى التي يتحدث معها في موضوع هي المعنية به أولا، ولعله أحس بارتياح لما أجابته بأنها لا تعرفه ولا سمعت به من قبل، كان يثق بها. يومين بعد لقائه بذلك المسؤول في الجهاز القضائي المحلي
التقى فارس صديقا قديما يعمل في أسلاك الشرطة، حكى له عن رسائل عاشق الليل. وكما انتهى لقاؤه مع صديقه المسؤول في الجهاز القضائي، انتهى لقاؤه بصديقه الضابط بخلاصة مشابهة: ليس في تلك الرسائل ما يقود إلى من يبعث بها. أبعد من ذلك، كان هناك فراغ في التشريع. ولكن ذلك اللقاء لم ينتهي عقيما بالكامل، فقد اقترح الضابط أن يتولى شخص من خارج الأسرة مراقبة الفتاة حين تغدو إلى الثانوية وحين تروح. لم تكن زوجة فارس قد أفضت إليه بعد بأنها رأت من تظن أنه صاحب تلك الرسائل والذي يوقعها بعاشق الليل. ولما حدثها عن ضرورة إيجاد شخص من خارج الأسرة يتولى مراقبة من يتتبع خديجة، باحت له بما لاحظته يوم رافقتها إلى القيصرية. قالت له إنها رأت شخصا كان يراقبهما، رجل يبدو في الأربعين. قالت له إن نظراته أخافتها وإنها لم تحدث خديجة عنه. تقترب امتحانات البكالوريا، ثم بدأت تتراجع وتيرة تردد الفتاة ذات 17 ربيعا على الثانوية. كانت في مجموعة صغيرة من التلاميذ ظلت مواظبة على الحضور. اختار فارس شقيقا له يصغره سنا ليتولى تتبع خديجة وهي في طريقها إلى الثانوية. شدد عليه أن يحرص على عدم الحديث إليها، لم تكن الفتاة تعلم. عصر 8 من ماي، وكان اليوم الأخير الذي ذهبت فيه إلى الثانوية، شاهد عمها شخصا يقترب منها. رآها تتجاهله ورآه يلح عليها، ثم في لحظة حاول أن يمسك بها. صرخت الفتاة وجرت تريد أن تبتعد عنها، وبينما كان يحاول أن يواصل الطريق متظاهرا بأن لا شيء حدث، أدركه شقيق فارس واسمه مصطفى وأمسك به من عنقه. فاجأه ولم يمهله حتى يستجلي من يمسك به، لم يتحمل أكثر من لكمتين فهوى على الأرض. فكر مصطفى في الانصراف، ولكنه تذكر أن ما أوكل إليه أساسه أن يرصد وإن استطاع أن يمسك بذلك الشخص الذي يتتبع خطوات خديجة. أخرج هاتفه النقال واتصل بشقيقه فارس الذي لم يتأخر في الوصول، ثم حضرت الشرطة واقتيد الجميع إلى الكوميسارية. أثناء الاستماع إليه ظل منكرا أن يكون من بعث بتلك الرسائل إلى خديجة، بل إنه ظل متمسكا بأنه كان هدفا لاعتداء من مصطفى. استدعيت أم خديجة لتدلي بشهادتها، ما أن رأتها حتى قالت إنه الشخص نفسه الذي رأته في القيصرية. كانت التحريات التي أجريت حول الرجل واسمه عبد الحميد أنزال قد كشفت أن له مكتبا للسمسرة لا يبعد كثيرا عن الثانوية التي تدرس بها خديجة. ثم تم توسيع نطاق التحريات، واكتشفت في حاسوبه في مكتبه تلك الرسائل التي بعث بها إلى خديجة، التي اعترف في النهاية أنه حصل على بريدها الإلكتروني من صديقة لها لقاء 50 درهما. اعترف بأنه عاشق الليل، وأنه كان يسعى إلى أن يسقط الفتاة في شباكه كما أسقط فتيات من قبلها. كان جعفر الخلوف المزداد في 5 من نوفمبر من العام 85 900 و1000 الابن البكر في أسرة تتكون من الأب الذي كان يعمل حارسا ليليا، وأم ربة بيت وثلاثة أطفال عدا جعفر لا يتجاوز عمر أكبرهم 12 عاما. كانت الأسرة تسكن الحي المعروف في الرباط بحي البويتات. كان والد جعفر رجلا مكافحا يبذل قصارى الجهد لتوفير لقمة العيش لأسرته، وكان جعفر ولدا مهذبا شغوفا بالدراسة والتحصيل. كان كما أبناء كثيرين من العائلات الفقيرة يرى الخلاص في الحصول على الشهادات الدراسية العليا. كان حلمه أن يتمكن يوما ما من مساعدة والده وإخراج أسرته مما هي فيه من عوز. في العام 2000 كان جعفر الخلوف كأقرانه يستعد لاجتياز امتحانات البكالوريا. كان يمضي الليالي في مراجعة الدروس. ذات مساء بينما كان يراجع رفقة بعض الأصدقاء أحس بصداع رهيب، لعله ناتج عن الإرهاق، كذلك ظن جعفر.
وكان في المجموعة شاب ناوله قرصا ما أن ابتلعه حتى شعر بتراجع للألم. في اليوم التالي تقريبا في الوقت ذاته أحس جعفر الخلوف بصداع في الرأس، ولم يكن الذي ناوله القرص موجودا، فاضطر إلى الذهاب عنده إلى البيت حيث ناوله قرصا آخر. لم يكن جعفر وهو يلتجئ إلى صاحبه ذاك يعلم أنه وقع في شرك الإدمان، وأن صاحبه لم يكن سوى مروج للأقراص المهلوسة في حي البويتات. ساءت حالة جعفر وصارت حالة الهيجان تلازم نوبات الصداع، ودخل في الدوامة. لم يجتز الامتحانات، وضاع كل ذلك الجهد الذي بذله خلال عام كامل. انقلب مجرى الحياة في بيت أسرة محمد الخلوف رأسا على عقب، وصار الشاب يبتز والديه لشراء الأقراص المهلوسة تلك التي تسمى القرقوبي، وبالتدريج صار يستعمل العنف ضد والديه وإخوته. تبدل سلوكه ولم يعد ذاك الفتى المهذب القدوة، صار يعرف في حي البويتات بجعفر الحلوف للعنف الذي صار يطبع سلوكه، خاصة حين لا تتوفر لديه تلك الحبوب المخربة. من بين سكان الحي رجل أمن اسمه بجمع الطاهر، كان يعمل شرطي مرور، رجل في الخمسين من العمر، عرف عنه تفانيه في عمله واستقامته، وكان قد استقر في البويتات منذ عدة سنوات، حيث بنى بيتا متواضعا لأسرته على بقعة أرضية ورثها عن والده. كان السي بجمعة كما ينادونه في الحي شرطي مرور معروف في الرباط. كانت حركاته وهو يواجه تلك السيول من السيارات تلفت إليه الأنظار، كان رجلا محترما. في حي البويتات كثيرا ما لجأ السكان إلى باب سي بجمعة طلبا للمساعدة في حل مشكلة إدارية أو سعيا وراء نصيحة، ولم يكن الرجل يبخل على من يطرق بابه. وكذلك جاء إلى منزل سي بجمعة والد جعفر يطلب مساعدته على إيداع ولده جعفر مستشفى الرازي للأمراض العقلية. حكى الرجل لسي بجمعة كيف أن ابنه البكر تحول من شاب له طموح وأحلام إلى مدمن على القرقوبي. كل الناس يعلمون أن مروجي تلك الحبوب التي تذهب بعقول الشباب يؤتى بها إلى أبواب المدارس وأحيانا إلى داخل فصول الدرس. حالات كثيرة سجلت في أبواب مدارس ابتدائية، وكثيرا ما يكون المروجون من بين التلاميذ أنفسهم ممن يستقطبهم كبار المروجين لتلك السموم. حلق الحديث الذي دار بين السي بجمعة ووالد جعفر في عموميات كثيرة تخص الظاهرة. غادر محمد الخلوف والد جعفر وقد وعده السي بجمعة بأنه سوف يعمل كل ما في وسعه لمساعدته. كان ضغط جعفر يزداد على أسرته، وصارت والدته تقتسم معه المصروف اليومي للأسرة تفاديا لنوبات هيجانه التي تنتهي في كل مرة بتكسير ما بقي من أثاث أو السطو على آنية أو غطاء لبيعه وشراء القرقوبي. بعد 3 أيام التقى السي بجمعة بمحمد الخلوف وأبلغه أنه تمكن من الحصول على موعد لجعفر في مستشفى الرازي. في اليوم المعلوم أحضرت سيارة إسعاف وتم تكبيل جعفر ونقل إلى مستشفى الرازي. كان أمل والده أن يقبل الطبيب بإيداعه المستشفى حتى يتمكن من التخلص من إدمان القرقوبي. كان الانتظار في باب مستشفى الرازي طويلا، وكان وجود بائعي السندويشات والبيض المسلوق والمياه المعدنية والفريت والخبز ينبئ القادم إلى المستشفى بأن الانتظار سيطول، وكذلك طال انتظار محمد الخلوف وولده جعفر. كانت طبيبة متمرنة تتولى إعداد الملفات، بيد أن قرار الحسم يعود إلى الطبيب المسؤول الأول عن المستشفى. وقد استغرب أبو جعفر يومها كيف أن ولده الذي كان طوال الوقت في حالة توتر يلتزم الهدوء. كان يود لو جاءته نوبة الهيجان حتى ترى الطبيب ما يفعل به الاحتياج إلى القرقوبي، ولكن الشاب ظل هادئا. دونت الطبيبة المتمرنة كتابات في ملف جعفر، ثم كتبت وصفة وقالت للرجل عد بولدك إلى البيت وأعطه هذا الدواء لمدة 2 شهر. كبيرة كانت خيبة أمله. عاد بولده جعفر إلى البيت، وعاد جعفر إلى سابق حالاته، وأيقن الرجل أن قدره ألا يخرج من الدوامة.
مع الوقت لم يكن جعفر يأتي إلى البيت إلا للحصول على مال يشتري به المخدر، بل إنه تدرج في سلم العنف وصار يتنقل في حي البويتات ومعه سيف حقيقي. كان السكان يحتاطون من تقلبات مزاجه. مساء السادس من ماي من العام 2005 كان شرطي المرور سيبو جمعة عائدا إلى منزله بعد يوم من العمل. كان كل ما يفكر فيه أن يبلغ بيته ويأخذ قسطا من الراحة، وكعادته عرج على سوق الخضر والفواكه بالأحباس، حيث تعود أن يعود إلى البيت حاملا معه بعض ما تحتاج إليه أسرته. وبينما هو عند بائع الخضر لمح جعفر الحلوف مقبلا وقد أشهر سيفه، كان يهدد المارة والمتسوقين. تظاهر الشرطي بجمعة بأنه لم يره، ولكن جعفر رآه وأقبل نحوه رافعا سيفه. ظن الشرطي أنه سيمضي إلى حال سبيله، ولكن الشاب كان في حالة هيجان. توقف غير بعيد عن سيبو جمعة وصار يكيله الكلام النابي، ولما لم يرد عليه اقترب أكثر وهم بأن يوجه إليه ضربة إلى الوجه. تراجع الشرطي إلى الوراء وابتعد من كان بقربه من المتسوقين والمارة، ولكن هيجان جعفر ازداد. انقض على الشرطي ثانية فاتقى ضربة السكين بدراجته الهوائية، ولكن جعفر أعاد الكرة. في تلك اللحظة أخرج سيبو جمعة مسدسه وقال لجعفر إنه سيطلق النار إن هو لم يكف، ولكنه لم يتوقف. ولما حاول الهجوم من جديد أطلق عليه الشرطي النار، أصابه في العنق. كانت طلقة واحدة، خر إثرها جعفر سريعا. اتصل أحدهم بشرطة النجدة وأبلغ عن مقتل شاب برصاص رجل شرطة في سوق الأحباس. حضر والي الأمن شخصيا ومعه وكيل الملك. تم تطويق مسرح الأحداث وشرع في البحث عن شهود. لم يتقدم أي شخص ممن تابعوا الوقائع للإدلاء بشهادته. اقتيد الشرطي إلى مقر ولاية الأمن بعدما سلم سلاحه المهني. تم توجيه ملتمس إلى قاضي التحقيق للبحث في الموضوع. حكى الشرطي بجمعة تفاصيل التفاصيل في الذي حدث قبل أن يضطر إلى استعمال مسدسه دفاعا عن النفس. قرر قاضي التحقيق إيداع الشرطي الاعتقال الاحتياطي. في اليوم التالي مضى محمد الخلوف إلى المستودع البلدي للأموات حيث تسلم جثة ولده جعفر. تم الدفن عصر ذلك اليوم، وكان أبو جعفر قد سمع روايات متناقضة حول الذي حدث لابنه مع الشرطي سيبو جمعة. كانت بعض الروايات تحثه على متابعة الشرطي. بعد أن عاد من المقبرة فكر محمد الخلوف مليا في الأمر. أمضى الليل يفكر، وفي الصباح في صمت نهض وتوجه إلى المحكمة يريد مكتب قاضي التحقيق. لم ينتظر طويلا. لما سأله القاضي عما يريد قال الرجل المكلوم إنه جاء ليقول كلمة حق. الشرطي لم يقم سوى بالدفاع عن نفسه. بعد تدوين أقوال والد جعفر في محضر رسمي بوشرت مسطرة إخلاء سبيل الشرطي بجمعة الطاهور. وسيظل سكان حي البويتات يذكرون هذه القصة المأساوية كواحدة من نتائج تلك المخدرات التي تروج في أبواب المدارس، يغتني بها أفراد بلا ضمير وتذهب بعقول وحياة شبان في عمر الزهور.